من بعد ما رقية ما بغتلهاش نهائيا، دابا غادي نمشيو للطرف الثاني. دخل لوطيل مغوبش لابس بدلة رجولية في الأسود مهلي في لبسو لدرجة الإثارة. داخل وقع نظرات الموظفين كيشوفوا فيه بإعجاب، لكن ما ذهب حتى شي واحد. وتم داخل مغوبش توصل المكتب ديال كوثر. تم غادي المكتب هذا سمع السكرتيرة كتغوت عليه وغادا تابعاه. أمسيو أطو نعطيها بعد الإذن. بقاي بلاستك. أنا ما كنحتاجش الإذن. أنا مسيو أمير ما كنحتاجش الإذن. شوفي خدمتك حسن ليك. حل الباب ودخل مغوبش ما يلقى غير كوثر مع رقية، وبعد سكيريتي معهم رقية كتغوت مع مدام كوثر. سلام، يمكن جيت في وقت غير مناسب. وجهة صفار وشافت السكيريتي. صافي أجل الموضوع، يمكنكم تمشيو. غادي تندمي يا كوثر، والله حتى غادي ندمك. شاف رقية وشاف كوثر. شطاري هنا ولا شهاد السكيريتي وهاد الصداع؟ زعما هذا اوطيل محترم ولا لا مدام كوثر؟ اش من محترم سيدي، هاد الناس نصابات ياكلوا على كتاف الموظف، وفاش كيبغي يدافع على حقه كيلفقوا له التهمه باش يرجعوه يخدم بحال الحمار الطاحونه، وما يدوي ما يتكلم، يقول سمعا وطاعه. شفت فيها متوتره وخايفه اللي يعرف امير هذه اللي كانت كتصايب له الاكلات والشهاوي. رقيه سيري في حالك من بعد ندويو. لا ما غاديش نمشي فين وقدام هاد السيد. بغيت نقول لك عطيني اتساع وخدمتيني عندك بثمن ماشي وحدك. قلت ماشي مشكل، خدم جوج خدامي في الاوطيل عندك السيد اللي كنتي كتصيفطي هالبساط له هالشهيوات وكتاكليني في رزقي. قلت معليش، لكن باش تلفقي لي التهمه وترجعيني نخدم لا ثم لا. امير هز عينو في كوثر الوجهه وتستقطر منو الدم، ولات كدور في عينيها وقلبها غادي يسكت من الخلعه. شمن راجل كدوي عليه هاد البنت؟ ها علاش كتهضر؟ بقات مسيطرة على خوفها وما بيناتش والصورة نهائيا. هادي خلينا منها مسيو امير، طلبك واجد. اجي معايا تفضل. ما شافش فيها وشاف رقية. البنت كتبان صادقة ومغلوبة على امرها، ما يمكنش طيح الباطل على مديرتها غير هكاك. اكيد كاين سر ورا هاد الهجوم عليها. واخا انا غادي نشوف طلبك انت يا مدام، تسني هنا حيت اذا الماكلة جاتني ناقصة اذا هضرتك صحيحة. علاش غادي نتسنى؟ غادي نمشي معاك. واذا بغيتي تشوف طيابي انا بارعه في الاكل سيدي، اكلي ما يمكن تلقاه في شي بلاصه واحده اخرى. علاش لا نجرب نيت، انا خصني وحده ما نبقاش كل ساعه نجي عند كوثر توجد لي. كوثر بقات تشوف فيها وما حملتهاش وكرهاتها وكرهات علاش عيطات عليها. هاد الغلطه غادي تكلفها غالي وبزاف. لكن مسيو هي موظفه هنا، واش جاي تشوف الاكل اللي وجدنا لك ولا تخول الموظفين ديالنا؟ اذا ما بقاتش خدامه هنا وما بقى، وكانت فعلا شاطره علاش لا. المهم هي نشوفوا بعدا هاد الاكل ديالك واش هو هذاك. ممكن توريني داكشي اللي وجدتي؟ اه تفضل. سبقات وتبعها من لون مخنزر ومخشارد في كلام رقية. اما رقية فتبعته متسمه وكدعي من الله يخدمها عنده ويشوف الفرق بين طيابها وطيب كوثر النصابه. بعد دقائق وصلوا المطبخ. كوثر شافت الموظفين يلاه خليونا بوحدنا. بقى كيشوف الاطباق اللي قالت وجدات له بنفسها. بقى كيدور اليهم طبق بطبق وكيعري على الطواجن. هل الاكل اللي وجدت لك امسيو امين تمنى يعجبك؟ ندق نرد عليك. بدات تدور على الاطباق وتدوق منهم صحن بصحن، وكوثر كتشوف فيه وغادي تموت من الخلعه. واخا هادشي شراته من واحد احد الممولين المعروفين بثمن خيالي، لكن من رغم من ذلك مرعوبه. كيف جاتك الماكله سي امير؟ زوينه ياك؟ ما بيهاش ماشي بحال الماكله كنتي كتصايبي، هذيك فيها شي نكهه خاصه. غير جاتك السي امير، اش كتعرفي توجدي؟ وجدي ليا طبق سبيسيال ندوق ونشوف اما حسن طياب كل طيابها. مرحبا. مشات كتجري بصات طابليه وخدات بلاصه وقرات دير ليه شي اكله. وكوثر كتشوف فيها مفقوسه وما حملاتهاش. مسيو امين ممكن كلمه على انفراد؟ تفضلي. خرجوا على برا. بقات كدوي معاه. في الحقيقه بغيت نلغي العقد اللي بيناتنا، جات لي الخدمه صعيبه راك عارف لوطيل تمار بفتره عصبيه بعد ما كان قريبي فلوس وعتقناه في الوقت المناسب. ما نظنش نقدر نتوفق في الخدمه في لوطيل والخدمه معاك. كيشوف فيها بجديه. تنشتني القضيه ماشي مربحه قاصحه، على واش نخلي لوطيل ديالي مقلب على اكل بلدي، لكن الموظفين اللي عندي كلهم اجانب وكيعرفوا الاكل العصري والسياح والمعارف ديالي كيبغيو ينوعوا، لكن غير داقوا وحماقوا عليه. مزيان مزيان تنوع، لكن البنت اللي كطيب ما عندهاش خبره وما عندهاش دبلوم. كنت خدمتها حيت كانت كتمر بظروف خايبه، لكن دارت لي مشكل
هملت شروط النظافة ودارت لي زغبة في الماكلة، غير شافتها شي وحدة جهلات وكانت غادي تسبب لينا في مصيبة. جاب الله نقدت الموقف لكن طردت عليها وجهلت عليها. من حقكم اذا هي ما بقتش خدامة عندكم؟ نو بون، انا شفت يابا ونحكم، خصني نعرف واش شاطرة ولا حتى هي غير نصيبة. خلاها واقفة مدهشرة ودخل عند رقية اللي كانت كملات له الاكل الخفيف ومعها صالات ديالها. دخل متسم بعد ما شم ريحة دخلت له مع النفوس استقرات داخل الاحشاء ديالو. دغيا وجدتي الاكل؟ ندوق نشوف واش شاطرة ولا لا. مرحبا تفضل سيدي. بدا كيدوق حتى حل عينو وفمو وبدا كيتبن الماكله كانه ما عمرو ماكل في حياته. تقاد في بلاصتو بدا كياكل، ماشي حتى تذوق، راه شي حاجه اللي فوق الخيال. ورقيه كتشوف فيه متسمه وكتدعي من الله تعجبو الماكله ديالها ويخدمها عنده. انتي اللي كنتي كطيبي طول هاد المده ياك؟ اش كتقول؟ اكيد لا، سكتير كدابه. وانا كنقول من البنات تغيرات، اذا انتي كنتي كتغشي ماشي حرام عليك تاكلي عرق البنت؟ شفت سيدي هادشي اللي كنت كدير لي، وقلت ما كاين مشكل غير ما تقطعش ليا رزقي، لكن قطعاتو ليا وشرداتني. الله يرحم لي ما يحشم، انتي عارفاني ما كنحملكش وما نحملش اصلا ناكل عرق الناس. دابا كاع الاتعاب اللي عطيتك غادي ترديه، والشرط ولا الشرط الاخر غادي تخلصيه بالدوبل ولا القانون بيناتنا. لا شمس يا امين نرد لحقها، لاش المخزن. اذا هانا كنتسنى تجيبي لها حقها. صافي واخا هانا جايه. رقية شافت فيه مبتسمة، شكرا لكن ما بغيت والو، بغيت غير شي خدمة محترمة. جبد لها لاكارت، هذا عنوان الوطيل ديالي، غدا شي خدمة عندي وبالثمن اللي بغيتي. شكرا لكن ما عارفش بشحال تيخدمو. هي كنديرها ليا 5000 درهم. ايوا ناصب عليك، وانتي ما سولتيش شحال كيخدمو الناس. شغن نقول لك اسيدي؟ ما سولتش حيتاش ماشي شي قراية عندي، والصنعة الصنعة اهم من القراية يا مدام. المهم غير جي ويكون خاطرك. شكرا اسيدي، يلا نشوفك غدا. بقات كتشوف فيه تمشى وبدات كتشطح بكل فرح، واخيرا لقيت خدمه، واخيرا رديت صرف الكوثر اللي قالت لي محال انني نلقى شي حد يخدمني، لكن لقيته غادي يرجع ليا رزقي هو اللي ناخذ به السياره. الخير فاش كيجي في خطره. نزلت كوثر عند لقاتها واقفه كتسنى فيها وملامح الشمس باين على وجهها، ما دواتش معها حتى مدت لها الظرف. خودي ما تورينيش وجهك. خدات الظرف ودات تحسب الفلوس، لقاتهم 6 المليون. هذا كله رزقي، كنتي غادي ديري لاباس على ظهري لك ربي كبيره الزوينه. بسلامه نتي زيبه. دارت الفلوس في ساكها وخرجت كتجري من لوطيل قبل ما دير لها شي مونتيف. شدت الطاكسي مشات بحالها. اما كوثر بقات حاله في امها، بقالا غير شويه وتبكي. الشمس جات صعيبه وضيعت رقيه اللي كانت تربح من وراها فلوس صحيحه، وضيعت حتى الفلوس اللي كانت معوله دير بهم مشروع، لكن رقيه خرجت لها في عودها. رقيه طلعت في طاكسي وكتفكر شنو غادير بالفلوس، وقررت تاخذ السياره. مشات لاقرب بلاصه كيبيعوا فيها السيارات ودخلت دفعه الجبهه، ودخلت كتقلب على السيارات تناسبها هي وبناتها. بقات كتقلب عينها حتى وقف عليها المسؤول اللي تما. نقدر نعاونك مدام؟ بغيت سياره عائليه وما تكونش غاليه بزاف. مرحبا تفضلي نوريك قائمه السيارات. بقات كدور معاه ودافعه الجبهه، ويا هو تيقول لها انواع ديال السيارات اللي تما وشحال، يعني شحال ديال البخي ديالهم. حتى عجبتها وحده، شحال هادي؟ 20 مليون. امدام لكن الصح والعمل. زوينه مي غاليه، نوريك سيارات اخرين. بقات كدور معاه حتى بنت لها سياره بسيطه وعلقت فلوسها في المتناول ديالها. هادي شحال؟ 6 المليون. عجبتني غادي ناخذها. اكيد مرحبا مدام تفضلي معايا. طلعت في السياره وبدات كتجرب وتقلب فيها، وعجبات على اقل غادي تهنى من الزحمه ديال المواصلات ومن العذاب اللي كدوز مع الطاكسيات، وقررت تاخدها. دخلت المكتب دافع الجبهه، جلست وشافت في الشخص المسؤول. عجبتني السياره وقررت ناخدها، لكن زعما ما تنقصوش ليا. دايرين التخفيض مادام السياره اللي خسرتي ماشي ثمنها، غير جيتي في الوقت اللي دايرين فيها التخفيض. بو داكوغ، المهم غادي نخلص كاش حيت واقفه على السياره وبغيتها اليوم قبل غدا. مرحبا مادموزيل، نعطيك تمضي على شي ورق ونكملوا الاجراءات. دازت ساعات كملت رقيه كل الاجراءات وخدات سيارتها وانطلقات. راشقه لو كتحس ان الحياه بدات كتحلى ليها في عينيها، وغادي تنسيها في رشيد والمشاكل ديالو. بعد نصف ساعه وصلت الى الشقه ديالها ودخلت وقالت البنات جالسين تيتفرجوا. بنات عندي لكم مفاجاه. شنو هي ماما؟ سيروا الباركو وشوفوا كي جاتكم السياره اللي خديت. ويلي ما يمكنش. مشاو كيجريو الباركو وبانت لهم السياره مامتهم واقفه قدام العماره، وبقى كيشوفوا فيها متسمين.
ماما سيارتك زوينة، واش راه لك بابا؟ شريتها لراسي، بابا كيشري لكم نتوما، اما انا جيب لي كيشري يا بنتي. زوينة ماما، خاصة نخرجو ندورو بيها. ان شاء الله، خلي حتى الويكاند ونخرجكم. يلا عندخل نبدل حويجاتي. بقاو البنات كيتفرجوا على السيارة وهما مفتخرين بها. اما رقية بدلات الملابس ديالها ولبست بيجامة صيفية وخرجات نيشا المطبخ توجد البنات العشاء اللي يليق بهذه المناسبة. اما الصغيرة اميمة فطلعت تقلب على باباها اللي كان جالس مع عمو وعائلته. بابا انت هنا وانا كنقلب عليك. اجي بنتي بوسيني. جات تاني، واش ما كتقلش؟ تلقاها امها اللي مصيفطاها. عرفتي ماما شات طنوبيل زوينه بابا. طنوبيل؟ شكون قالها لك؟ ماما قالتها لي اجي نوريها لك. شدها من يدها وتمو هابطين، وسميره كتشوفو ما متيقاش ودنها. هادي شنو كتقول؟ منيت كتثقي بعلو كتلقاها كاذبه. باش تهبطو ياخد لها شي حاجه خليك منهم، اجي نديرو شي عشيوه. ديريها انتي، انا ما كندخلش المطبخ، غادي نطلب شي حاجه من برا. دي بغيتي انا نمشي ندير لامي شي حاجه خفيفه، اما كنت انا نطلب شي حاجه. يلا من بعد نشوف، كنطلب عشا وندير مع ماما شويه داكوغ. خلاتها واقفه كتشوف فيها مغوبشه. شحفتي تتبه كيك. تفو غير اللي قرات زعما بحال هي اللي قرات في هذا العالم مختلفه الاخرى. تفو الله يخليها سلعه. اما رشيد هبط مع بنته كتوريه السياره تمها وفرحانه لها، وهو كيتفرج في السياره مخضار وما عارف كيف خداتها. وش هاد التغير الكبير اللي ترى عليها؟ كيف جاتك بابا؟ زوينه ياك؟ زوينه، جي نطلعو نباركو ليها. طلع مع بنته مخضار وبصح دير بصح، خصو يفهم الفلوس من جابتهم. دخل عندها القاعه جالسه كتدوي في التليفون، شافته وقطعات. صافي من بعده وندوي معك. صافي حبيبه، شريتي طوموبيل؟ كي جاتك زوينه؟ واش بالتقسيط؟ كاش. ومني جاوك فلوس؟ شفتك داير تحقيق معايا، داكشي كيخصني. وما تنساش اني خدامه، يعني قادره نشري اللي بغيت، لكن ماشي بهذا الثمن. ايوا ربي رزقني. ايوا الحمد لله، لقيت خدمه في اوتيل زوين ومولاه حماق على طيابي. كيبان لي من هنا قدام غادي نولي تريتور. ايوا بصحتك اللوطو نختي. شفت في بنات اللي جالسين كيسمعوا السين والجيم ديالهم. يلا البنات غسلوا يدكم غادي نحط العشاء. مشات الكوزينه وبقى كيشوف فيها مرون، والشك بدا كيدخلو. السيده كانت مغمضه حتى ولاو يدخلوها الفلوس. اليوم شرات الطوموبيل، غدا يعلم الله شنو غادي تاخذ، وتقدر تفرعن كثر وكثر. بدات كتحط الاطباق اللي وجدته هو كيشوف فيها مرون، حتى ناض من بلاصتو مشي يتعشى معاهم. واش غادي نبقاو هنا بزاف رشيد؟ انا تخنقت هنا، انا وبناتي الدار صغيره وبنات ما كيلقاو فين يلعبوا. قلت لك صبري شويه، قريب نوجد لكم شي بلاصه تعيشوا فيها. علاش غادي نصبر؟ علاش خرجتينا من دارنا؟ شوف عافاك، انا هاد الوضع ما عجبنيش، اما شوف البنات فين يعيشوا، ولا خليني انا نترجل ونشوف لهم فين غادي يعيشوا. ما غاديش نبقى انا حاصله هنا مع امك وخوتك ومرتك اللي ما حاملانيش. شفتك تصرتي، اش زادك؟ والو، غير كنت مغمضه وفقت دابا القرار ليك. اما تشوف لينا فين غادي نعيشوا، ولا رد لي حقي، خليني نرهن به تدير وناخذ البنات اذا تليق بيهم. واش كتلوي لي دراهي ولا شنو؟ لا علمتك. يلا بصحتكم، العشاء ندخن نصلي وباش نعس انايا. بقى كيشوف فيها مذهول، وبناتو اكثر كيشوفهمهم اللي كانت ما كتقدر تقول باهم لا ولا اه. معمرها ما خرجت عينيها، ومعمرها زعما فرضات عليه القرارات. بابا اش غادي دير؟ خاصك تقول لها على المفاجاه اللي تزيد تقلق منك. شفتي مني جبتي ديك سميره بابا وهي مقلقه منك؟ ما عرفتش اش عجبك فيها. هي صفره بحال مونيكا، ماشي بحال ماما. زوينه، شف فيها وجاتو الضحكه، واخا ما فيه اللي يضحك. تنتي بليتي كتعرفي تدوي؟ انا داخل ندوي معاها. خلاهم جالسين ودخل عندها القاعه كتصلي. جلس في طرف السرير تتسنى حتى كملت على خاطرها باش يدوي معاها. الله يتقبل اختي. طوات السجاده ومشات جلست حداها هو كيخنزر فيها. عندك الحق، هنا الدار صغيره وانا ما كانش عليا نجيبكم هنا. وانت اللي بغيتي دابا خصك تشوف البنات فين يعيشوا. هاد المكان ماشي في مقامهم. واش باهم مدير ديال الشركه كبيره ويعيشوا في حي شعبي؟ واخا ما يكون غير خاطرك، لا اللي بغيتي هو اللي غادي يكون. اش بالك ندير واحد الدوره نديك تشوفي واحد الفيلا كنت خديتها للبنات، بغيت تنكمل الفراشه عاد نديكم ليها. بصح علاش؟ انا شحال عندي منكم؟ نبسي باش نمشيو. من بعد ما لبست جلابتها خرجت هي ويا عند البنات اللي جالسين برا. انا مشيت انا وباكم يوريني الفيلا اللي خداها بلا ما نوصيكم، تحلو حتى واحد واخا انا ما كايناش. داكوغ واخا
ما تحلل تشي حدق. قولوا ماما سدت علينا، واخا ماما غير ما تعطلوش. تبعات أميمة الباب وكتوشو، شوفها بابا حاول تقنعها وجيب لي معك شي حاجة حلوة عافاك. واخا بنوتي. بعد ساعة وصلت رقية رفقة رشيد إلى الفيلا اللي شاليها، وهبطت من السيارة متبسمة وكتشوف الفيلا كيف كبيرة، فين تبان شقتها القديمة. مقابل معها وكيشوف فيها. كيف جاتك؟ زوينة زوينة. نيت فين نلقاو البنات فين يلعبوا على خاطرهم. أجي نوريك باقي الفيلا. دخلت معها وبدات كتفرج على الفيلا ديالها متبسمة اللي كانت كبيرة، لتحت فيها جوج صالونات يعني حدا بعضياتهم، والمطبخ صغير والشراجم كبار كيخرجوك على الحديقة اللي كانت فيها جليسة. هادشي مزيان، ولكن الصالون مازال ما مفرش. رشيد فين تلامطو فين زرابيه؟ عليها زعما كنت مأجل الموضوع، قلت تنفرشو نفرش بيت الكلاس ونجيب كنتي والبنات. وما نفرش والو، لا ما نفرش شي حاجه، جنو نوريك بيت البنات وباقي البيوت. تبعت الطاج تاني اللي فيه ثلاثه الغرف. البيت الاول اللي كان عباره على بيت النعاس اللي كان مفرش رشيد على ذوقه، وكان غالب عليه اللون الاحمر اللون الابيض. السرير كان عريض مفرش بجوج الوان، بلا ما نساو الستائر اللي كانوا في اللون الاحمر. وفي الطرف الثاني كاينه غرفه صغيره فيها بلاكار كبير خاص بالثياب، زوينه وباينه في الرجلي عجبتني. اجي نوريك بيوت هاد البنات. مشات معاك تدور في عينيها في الفيلا اللي عجبتها وحمقاتها. تبعتو لبيت الضحى اللي كان فرش باللون الوردي، فيه سرير ومكتب فيه كمبيوتر بلاكار. اما بيت اميمه فمفرش في الموف، فيه سرير وداكشي ديال سندريلا، فولا وسندريلا على شكل لعبه والعديد من الالعاب. بقات كتشوف غرف بناتها بلهفه. هادشي زوين وما عندي ما نسالك، واخيرا البنات غادي يلقاو راحتهم. كلفني هادشي الوقت، لكن حتى حاجه ما تغلى على مرتي وام بناتي وبناتي. ربي يخليك. والغرفه الاخرى ديالاش مازال ما قررت ناجلو لها فراشها، تنفرجو الصالونات وبيت الجلوس. ماشي مشكل، المهم البنات يدخلوا لدارهم، راهم ما مهنيينش مع امك واختك. انت غير امري كلشي غادي يكون كيف ما بغيتي. حاجه اخرى، بغيت الفيلا تكتب اسمي انا والبنات. وليت نخاف اي لحظه تقول لي رجعي لعند امي، ما بقيتش كنثق فيك. قرب منها بحميميه وجرها لحضنه. نكتب لك الفيلا علاش لا؟ شحال عندي منكم؟ نشوف. صونا التليفون هو يجاوب عليه، لقى سميره كتسول عليه مالو تعطل. سميره انا بعيد شويه على الدار، بغيتيني في شي حاجه؟ توحشك حبي، واش مازال ما جاي؟ رقيه بقات كتسمع لها كيف كدوي وكتحلون عليه وهي تقرب منه بكيد. وقربت جهه التليفون وبات سبوسه مسموعه ودوات بصوت مبنت. يلا حبي خصنا نمشي، وتعطلنا على البنات. شافها تلف وما قدرش يركز مع سميره ولا حال فمو فيها. بعد بوصه الاخيره اللي حركات فيه المشاعر، بسلامه سميره ما مساليش دابا. طفى التليفون دارو في جيبو، شفت ديك المتمرد اللي سبقاتو كتزوج عليه وطرفها بان مهور، تبسم برجوله ومشى عندها وجرها من يدها تصطحات في صدره العريض. شنو كاين رشيد؟ ريحتك كتحمقني رقيه، كلك كتعجبيني، وليتي بنت بزاف. مالي على كنت راجل؟ لا كنتي ما كتهتميش براسك، وليتي كتحمقي وبديتي كتحمقيني يا حبي. خشراتو في عنقها وبدا كيبوس فيها بالجهاله وكيتلذذ مع نكاتها مع النكهات الجديده، وهي مخليه يتمادى تحسات بجهل ويدفع بحال حمار. تعطلنا على البنات، يلا مشي وغادي يتخلعوا. واخا نجلوها يلا مشيو. تبعات وكتمشى باغراء وكيشوف فيها، كيشوف ديك التمره المحرمه اللي كانت صراحة اللي حرمتها عليه، وما عرفش كيفاش ولات بهذا الجمال ولات بهذا الإثارة. وصلوا للشقة ديالها وطلعت في الدروج بتأني وتابعها من اللور تيخنزر، وبقى بغا هي كلها. حتى وصلت للطاج ديالها جبدات مفتاح بغات تحل ويدفعها لجهة الحيط، وكلاها بيد أحد فمو عليها وكيبوس فيها بجنون. يلا بغات تفعو، سمعات صوت ديال شي حد هابط، عرفتها سميرة. شداتهم الخسرو وبدات حتى هي كتبوس فيه. اما سميره ويلي تصدمات، بقات كتبكي يا رشيد. وصلت بك تقرب منها، ماشي حشومه عليك، انا نتسنى فيك وانت خارج معاها. طلعي لدارك، ما عرفتش اش كتبكي. هذيك مرتي يا سميره، واش بغيتي تمعيني منها؟ ما فهمتش يا كاش هاد المحبه نزلت عليك. هادشي دخول، ما نقدرش نستحمل هادشي، راه ما نقدرش.
بدات كتبكي حتى جرها بيدها بعنف. اجيت على الفوق ندوي بلا ما ديري الشوات برصتي بناتي. جرها من يدها وطلع على الفوق ورقيه مقابلهم كتضحك حتى وقفت عليها بنتها الصغيره. ماما هزيني سنة نبغيك نشوف شنو كتشوفي. ما كنشوف والو الهبيله. نسحب شي حد دقه جي بغيتك. حضرات راسها وتبعات ماماها وجلست حداها هي واختها. شوفوا باباكم وراني الدار جديده، شفتها وعجبتني وعرفتو عندي لكم واحد المفاجاه. شنو هو باباكم؟ شاركم فيلا ودار كل وحده فيكم بيتها. كيف جاتكم مفاجاه؟ مفاجاه زوينه وما كاينش بحالها صراحه. فرحنا بزاف ماما وشكرا بزاف. بسوها ودخلوا وتجريوا فرحانه لبيتهم. بقات كتشوف فيهم فرحانه لفرحهم، لكن في نفس الوقت ساعات ناقصه. تمنى تكون رشيد خذا لها هذه الفيلا بلا ما يجرحها واللي يتزوج عليها، لكن للاسف كسرها. واذا كانت كتقرب منه فقط تضمن حياه بناتها باش ما يرجعش يلو حياه وبناته. سدات الباب بالساروت وطفات الضوء ودخلت البيت حتى هي تجمع باليسة وتختار شنو تلبس للغد. بعد ما جهزت كل شيء اتجهت الفراشة وحطات راسها حتى سمعت الباب بغا يتحل. مشات كتجري تشوف شكون. طلعت على لقات رشيد مسكين ولفها. سير عند سميرة تبردك، لا حليت لك راني ماشي مرا. خلات وكيدوق مشات لبيتة تنعس وبدات حياة جديدة فيها غير هي وبناتها فقط. هي ما عندها ما دير بشي زطع الراس. في الغد فاقت بكري نشيطة متفائلة عاشقة للحياة. خدت دوش صباحي خفيف وبدات كتلبس حوايجها اللي كانوا على شكل قبية في الأورانج مع سروال في الأسود. طلقت شعرها وقدات مكياجها وخرجت للمطبخ وجدت كافي وحليب ساخن. حطت شي كعكات وخبز محمص وجلست كتفطر حتى نضموا ليها بناتها. صباح الخير ماما. صباح الربح. كسو تفطروا، هنا اللي غادي نوصلكم من دراتها. واخا ان شاء الله. كملوا فطورهم ركبوا معها في سيارتهم طلقت بهم الى مدرستهم. حطاتهم قدام الباب وبقات حتى اطمئنات عليهم واتجهت لعنوان لوطيل اللي كيمثل كومسيو امير. بعد دقائق كانت قدام لوطيل. دخلت متوتره كتشوف لوطيل اللي كان كبير بزاف وبين عليه الثراء. مشات ديريكت عند البنت اللي جالسه في الاستقبال. اختي فين ممكن نلقى مكتب مسيو امير؟ عندك معاه شي رونديفو؟ وي عندي معاه موعد. قولي ليه مدام رقيه. واخا تبعيني عند السكرتيره ديالو. تبعاتها وهي كتفرج على لوطيل اللي عجبها وعجبها التنظيم وجهها مختلف على لوطيل البائس لكن اللي كانت خدامه فيه طبعا مع كوثر. وصلوا عند السكرتيره اللي كانت شهبه ماليه فراسها مزيان. بونجور صفاء، هاد البنت عندها موعد مع مسيو امير. واخا ممكن لك ممكن تشوفي شغلك. صافي هزات عينها في رقيه. شكونتي؟ انا رقيه. انتي مدام رقيه مقبله وكيسول عليك اجي معايا. هزات ساكا ودخلت معاها متوتره المكتب اللي كان جالس فيه بكل غرور وكبرياء عالي. هز عينو فيها بجديه. اهلا مدام رقيه تفضلي. شكرا يا سيدي. جلست وشافت فيه متوتره. اولا دويب على التفاصيل. انا باغي اللي يخدم عندي بكل نيته ويكون جدي نتهلا فيه. وانا عجبتني خدمتك وغادي ندير لك مبلغ زوين اللي يليق بك. انا سيدي جديه في خدمتي وغادي نجرب وغادي زعما تجرب خدمتي وغادي تشوف. اتفقنا. اش بان لك في 3 مليون في الشهر؟ ها 3 مليون في الشهر ماشي بزاف. غادي تكون عندك تماره مدام. ما غاديش تكوني فقط طباخه لكن شاف. غادي تعلمي الموظفين الماكله البلديه. موافقه سيدي وهذا شرف كبير ليا. بعد ما اتفقت معاه على الثمن هبطت معاه لتحت بالضبط المطبخ يعرف على الزملاء في الخدمه. بونجور، هذه مدام رقيه هي اللي غادي تكون الشافه ديالكم وهي اللي غادي تكون مسؤوله على الخدمه وغادي توريكم اطباق جديده. بغيتكم تسمعوا لها وتطبقوا النصائح بالحرف. شفت فيها موظفه كتطلع تهبط فيها. اش من اطباق جديده غادي نزيدو امسيو؟ غادي نوعو بالعصير البلدي ومره مره حطوا طبق خاص كادو للكليان باش يتعرفوا على الاكلات. ومدام رقيه غادي توريكم. اذا لقات صعوبه في التواصل مع باقي الموظفين حاولي تفهميها وترجمي لها لغايه ما تتعلم. واخا سيدي يلا شوفوا شغلكم على اذنكم. بقات تشوف فيها شويه متوتره وحاسه بشويه الخوف. هذه اول مره غادي تخدم شافه ما عرفتش واش تقدر على هذه المسؤوليه ولا لا. مرحبا بك معنا مدام رقيه، انا مريم كيعتوا لي ميغي. هذه صفاء وهذه كلثوم. اما هادو ادوارد إيميلي جون وإلياس. تشرفت بكم. إذا نبداو خدمتنا على بركة الله. عافاك ممكن اللبسة ديال الخدمة؟
اجي معايا. مشات معاها الفيستير، لبست اللبسه الموحده ودارت البوني على شعرها وخرجت عندهم. نبداو خدمتنا ياك. وريوني صالاد اللي كديرو. بدات كتدور عليهم واحد واحد، كتشوف طريقتهم وزادت شي تحسينات عليها. بدات كتوجد شي اطباق شعبيه عصريه وهما كيتعلموا منها الحرفه حتى كملات الاطباق. يلا جيبوا لي الطلبات من الخارج، خلينا نديروا لهم طبق سبيسيال نخليو الكليان يوليو يموتوا على طيابنا. واخا نشوف شنو الاطباق المطلوبه. بعد ساعات هبط امين مبتسم، تيتروح للكليان تقريبا كل شي عجبته الماكله، حتى عيط لها صاحبو والمدام ديالو مشى جلس معاهم. هاي داود، صافا؟ بخير. اش كتعاودها صاحبي؟ توحشناك. كديره المدام، تبنى الماكله تعجبكم. شي حاجه غريبه في الماكله، شي بنفشكل عرفتي حمقاتني. اوتيل ديالنا من ديما كيتهلا في الكليان، كنديروا اكثر من طاقتنا باش الماكله تعجبكم. لذيذه بزاف على هاد الحاسب، ديما نجيو نتغداو. تشرفوا. خلاهم على انفراد ومشى جلس في طابله محزوله وطلبتها وغداه. جلس كيدوق في طياب رقيه وكيتبنن بلا ما ينطق حتى شي كلمه. كملات رقيه خدمتها وخرجت مبتسمه بعد ما قضات اول ليله لها في الخدمه. ركبت في سيارتها وانطلقت الى المنزل. لي وصلت لقات البنات كيتسناو على نار. تعطلت عليكم شويه، باقي غادي نمشيو لدارنا. اكيد تسلي باباك بما درت شي حاجه ناكلوها. دخلت البيت بدلات ملابسها وخرجت وجدت الكوتي وجلست ناشطه كتاكل ورفقه بناتها. تدخل رشيد. اهلا، تعطلتي؟ كانت عندي شي خدمه. شنو واجدين؟ جلس بابا بعدا كل بعدا، راك عيان من الخدمه. نسخن لك اتاي ندير لك قهوه بابا. رقيه كتشوف بناتها اللي كيموتوا على باهم بزاف. من واحد الجهه عجباها علاقتهم، ومن جهه اخرى خايفه نهار يتطلقوا وتوحل معاهم. لا سالفي لا وناكل، يلا جيبوا شوانتكم باش نقولوا بسلامه لجده. الحمد لله بعدا غنتفكوا من هذا الحبس. انا نمشي نسلم عليهم ونتسامح معاهم. العشره ما كتهونش الا على ورد الحرام. طلعت عندهم تسمى وبغات ترد لهم الصرف صرفين، وكيف فقسوها بغات تفقسهم خصوصا في دوب سميرة. ومن حسن الحظ لقاتهم مجتمعين. سلام، نتوما هنا؟ مزيان، نسلم عليكم كاملين في دقه واحده قبل ما نمشي. صافي غادي تمشي؟ ايوا اش غادي ندير، خليتك داري ربحي بها. ونيت مزيه عليا داتي فيا خير. خير خدات لك دارك ودرت فيك خير. وياه خير هو دارتو فيا، عمرني ما نساه ليها صراحه. اش من خير درت فيك؟ بسببك رشيد خدا ليا فيلا انا والبنات، ما تصغريش فرحتي قداش. اما الشقه ديالي غير بالصحه ما بقاتش كتناسب الوضع الاجتماعي ديالي، حيت انا وليت شافه في اكبر اوتيل وكناخد يمكن بحالي بحالك ولا اكثر. شفتي العود اللي كتحقرو كيعميك. شنو كتقولي؟ لي سمعتي. المهم نفرج داري وندير لكم عراضه كبيره. يلا بسلامه حبي، رشيد كيتسنى فيا. بسلامه خالتي، مره غادي نجي عندكم طبعا. هبطات كتعوج وسميره كتشوف فيها وجهها الصفار ما متيقاش ان رشيد شرا لها فيلا. اما في دوا حلات فمها ما متيقاش ان الاميه ديال رقيه ولات شافه وتا هي دارت الفيلا وبدات تلعب بالفلوس. طاحت على صدرها هكا وجلست مصدومه. واش رشيد واكل مخطبه؟ ما يمكنش يشري لا فيلا، ما يمكنش. واش حيبض الحق راه هادي؟ اش عندها مني؟ عرفتها وهي ربي معاونها. انا قريت وما درت والو في حياتي، بالكاد كنربح 4000 درهم. ما تزوجش ما درت والو هادي، وهي من صغرها وهي خدامه. حتى خويا طيحته وتزوج بيها في الاول، شالها دار خرج من عندنا ودابا شالها فيلا. لا ما يمكنش، لا 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 هادي عندها شي فقيه صحيح، راه ما يمكنش. الحاجه جافت فيها حتى هي مفخوسه، لكن ما بغاتش صراحه بنتها تحسد ولا تعارض المشيئه ديال الله. ما عندنا ما نديرو بنتي، تنتي خدمي وقلبي على راجل، كل واحد تياخد رزقه بنيتي. واش غادي تضربي مع مشيئه الله بنيتي؟ واش وليتي مع خالتي؟ تنتي دوراتك بنت الحرام تتلعبها. ايوا ذنوبكم فرقوهم بيناتكم بنتي، ياك انت كنتي باغا يديك تعيشي في شقتها وهو غادي يديك. هني ولا بنيتي من سطع على رضي عليكم. خلاتهم واقفين ما فاهمين والو فيها، وما عرفوش علاش قلبت عليهم وفضلات توقف مع رقيه ولاول مره في حياتها. شفتي امك كيف دارت؟ لكن خلات يجي ونتحاسب معاه، ماشي انا اللي نقبل على هاد الايجا. واذا شرا لها فيلا بانت ليا شدات وعرفات بيه، وانت فشلتي تشديه. واذا بقيتي هكا
راه انتي واقيلا اللي غيلو حكا الحبيبه، وعرفي فين كاين الغلط وصلحيه. صبحي على خير. خلاتها واقفه غادي تسطى، بل غادي تنفجر من الغيره والحسد، فبقات فاهمه والو في راجلها وكيفاش بدل عليها. ايوا من بعد ما رقية سكنت في الدار وعجبها الحال بزاف، دابا جا الوقت فاش خصو يكتب ليها ضروري هاد الفيلا في سميتها. وصلت عنده ليلى مكتب النوطير باش يحول لها الفيلا باسم وباسم البنات. سلام مسيو، صافا؟ اهلا مسيو رشيد، تفضل، هذه المدام ديالي مدام رقية، مرحبا. اهلا بك مدام، في الحقيقه جيت نحول الفيلا باسم مرتي وبناتي. اها واخا، لكن غادي تصبر معايا، كاين بزاف العقود خصهم يتمضاو. لا زربة على صلاح، صبروا. اما سميرة اللي كانت وصلت للشركة ودخلت مغوبجة وجلسات راسها داره وسط التليفون تصات بسكرتيرة، شوفي جيبي لي قهوة عافاك حلا، وشوفي لي رشيد فين هو، راه اتصل وقال لي غادي تعطل مدام. قطعت معها كارزة على اعصابها وحطات يدها على راسها وبدات كتغوت به السيرية، بديتي كتحسبني رشيد، لكن ما غاديش ننساهالك، غادي تند دمك تجي وغادي نشوف. دخل رشيد الى شركته الخاصه بالتعمير والاسكان، دخل المكتب ورشق عليه حتى كتبان ليه سميره جالسه فوق كرسي وكتقلب على شي حاجه. علاش كتقلبي؟ ها بسم الله الرحمن الرحيم، خلعتيني مريبوع، علاش كتقلبي؟ على واحد الدوسي ما لقيتوش، لكن غادي نوصي السكرتيره تقلب عليه. بعدات من المكتب وشافت فيه. ايوا على سلامتك، فين كنتي؟ فين غادي نكون؟ مع مرتي وبناتي، كان عندي شي شغل. بلا ما تعلمني ولا حتى تطمني على عليك، واش انا زايده هنا ولا شنو؟ نخلها ومشى جلس في المكتب ديالو كيشوف بيتي. اجلي الموضوع، انا خدام وعندي ما يدار، عرفتي؟ خلي حتى الغدا وندويو. صافي واخا، يلا انا مشيت. بقات يشوف فيها مغوبش، تحضر على البيسي ديالو خدام على شي اوراق، تدخل عليه صاحبو ياسين. اهلا صاحبي، لاباس عليك؟ خير بخير، شفتك نسيتي الهندسه وليتي عاطيها غير المشاريع. وقت كون جي طويل قلت نوقف الشركه، بعدا عاد ترجع لخدمتي، الخدمه ما غاديش تشرب. نهار اللي عرفوك داير شركه وانت بخدمتك مشيتي فيها، شكون قال لك هادي ديالي من اصل وانا خدامه عند الناس؟ اخ منك يا الشيطان. ايوا شوف، جيت نعرض عليك واحد الحفله وضروري تجيب سميره وتجي. علاش كاينه غير سميره؟ كاينه رقيه، على رقيه ماشي مرتي. لا غير استغربت مولف زعما كتجيب سميره حيت رقيه ما عندهاش مع الحفلات. غادي يكون عندها واحد التغيير، هي بدات كتغير وغادي يولي عندها مع الحفلات. بون، واخا السبت نتسناك الحفله، غادي تكون في لوطيل، خليك تخدم. نشوفك السبت واخا ان شاء الله، غادي نحضر، يلاه بسلامه. اما في المساء وصلت سميره رفقه راجلها لعند امو، دخلوا وسبقاتو كتجمع حوايجها ومشى جلس حدا امو باسله يديها. المهمه الدار غادي تخوي عليك، رقيه ديتها هي والبنات الفيلا ديالهم، سميره غادي نديها للشقه القديمه. علاش لو رقيه تشري لها فيلا؟ تصاره هذه ولا لا؟ فدوى، انت راك اختي وليتي صراحه لا تطاقي، من الاحسن تبعدي من رقيه. في الصغر كنت كنقول ما عندك عقل، دابا راه عندك 40 عام ماشي صغيره باش تبقاي مقابلاها وشاده الضد معاها ومع البنات. هي ما دارت لك والو واخا، سيري قدي شغالك، سيري خليني مع ولدي. هاي غادة، بقات امو كتشوف فيه بواحد المحبة. الله يرضي عليك ولدي، الله يرضي عليك، انا راضية عليك، راضية عليك، يعني دنيا واخيرة صراحة. من صغرك كنت باربي وبارب كل شيء، غير زيد تفرك وشوف لختك شي راجل راه طبعها خايب. في الاول قلت غادي تغير من مرتك حيت حادقة وطيارة، قلت كبر تزوج وتنسى، لكن من حتى غادة وهي كتعقد خفت تموت وتبقى بلا راجل لا ولاد ولا وتاد. ما تقوليش هكا الوليد، الله يطول في عمرك، لكن امي شوفي ملي غندبر لها على هذا الراجل، شوف صاحبك هالطريقه اللي غادي تخليها دير عقلها يكون خير. حتى انت يا امي كنتي يعني اش غنقول لك، كنتي متسرعه بزاف، تفرحنات وما حسيتش بداك الشيء اللي كنت كندير، حتى بارت وجلست ليا في الركنه، دابا وليت نشوفها بدات تزيد فيه وخفت تخربق في مخها. ما تشغليش بالك، انا غادي نشوف لها شي راجل. الله يرضي عليك ولدي، والله يخليك لينا. خرجت سميره هزابيليسا وخرجت مغوبشه لعندهم. انا كملت بسلامه امي، حتى الغدا ونشوفك، سلم على رقيه والبنات. ركب سيارته واتجه معها للشقه ديال رقيه اللي كانت في الطاج الاول، حل الباب ودخل وهي وراه كتفرج في الدار، لكن دخلات حلات فمها وجهها صفار من هول المفاجاه.
شادشي يا رشيد، واش الدار مشطبه؟ فين الصالون؟ يا قلتي لي الدار مفرجه. هو بقى كيشوف فيها كيبقلل في عيني وما فهم والو. ما فهمتش انا، نشوف السانديك اللي يكون شي حد خون الدار. مشات تشوف باقي الغرف، لقات الدار مشطبه غير بيت الناس وهو اللي مفرج. بقات كدور بحال شي حمقه، دخلت الكوزينه لقات حتى هي مشطبه، ما كاين الثلاجه لا الفرن لا بوطه لا ما يعني، كلها خاويه. بقات كتشوف الدار كلها كتغلي وفيها البكيه، ما متيقاش ان الدار اللي جابها لها صغيره وما فيهاش الفراش. اما هو هبط مغوبش عند السانديك، دق على الدار وهو يخرج عنده. اهلا بسي رشيد، لاباس عليك؟ بخير. بغيت نسول شكون اللي دخل الدار؟ شفتها مشطبه ما فهمت والو، واش نكون تخونت وانا في ظرف خفلون؟ لا ما عندناش شفاره في العماره، وانت عارف هذا الشيء. ارى المدام ديالك اللي باعت الفراش كانت جات هذه السيمانه وباعت كل شيء، قالت لي بغات تغير الفراش. شافيه مصدوم وما متيقش ان رقيه يخرج منها هذا الشيء. شافيه ما راضيش يبان ان مرته دارتها به. اه بصح كانت قالت لي غادي تغير الفراش. ما المخ ما بقاش عندي من كثرة المشاكل. استسمح على الازعاج السي محمد، الدنيا هانيه، كون كانت شي حاجه غاف انا نقولها لك، ولا كانت شي حاجه انت قولها ليا. راه داير عيني على الدار، ربي يخليك. يلا نشوفك من بعد. الصراحه اسمح لي الازعاج، ماشي مشكل، الدنيا هانيه. دخل مغوبش عند سميره اللي جالسه مغبونه وكتبكي. شفتي مرتك شنو دارت؟ دارت لي هكا باش تفقسني بالسيف. انت شيتي لها فيلا وانا جايبني لها الدار كي صغيوره. مالك دايره حاله؟ غدا نفرش هاد الدار بلا غوات وبلا مشاكل. ماشي القضيه ديال الفراش، قضيه انها هزات الفراش خوناتو، وانت ما خاصكش تسكت. غادي نتحاسب معاها، غير صبري هاد الليله غادي نجيبك الفراش. بدات كتبكي وكيشوف فيها ما عجبو حال من تصرف رقيه. ودابا علاش البكا؟ دابا الفراش ديال مولاتو راه بغات تديه، وانت فرشي دارك على ذوقك. لكن واش هي شتي لها فيلا وانا خوات ليا داري حتى الثلاجه هزاتها؟ حرام عليا، اش كدير هاد الشيء؟ ما تبكيش انا غادي نحل المشكل. صافي دابا انت تخلي ارتاحي وطلبي عشاء، انا نمشي نشوف رقيه. صافي مشى يشوف رقيه مفقوس، وصل الفيلا ديالو مغوبش، وصل لقى بنات وقاسين في الشرطه كيلعبوا، وشافوه مشاو كيجريو عنده طبعا بحال اي وليدات مع الوالدين ديالهم. خلاهم كيلعبوا، دخل عند رقيه اللي كانت لابسه شوميز حمر عباره على تيشورت قصير بزاف مع دي باغدوغ ديالو، جمع شعرها على شكل ديال الحصان ودايره طابليه خاصه بالطبخ كطيب. حلف مو فيها، بقى كيشوف فيها وفقوه مع لي نهار على نهار، ولات كتهتم به لدرجه كيشوفها ما يقولش هادي رقيه اللي كانت كتلبس بيجامات الطوال وشعرها ديما مشحكك وكتفوح منها ريحه الطياب. رقيه حسات به ودورات راسها، بقات وحلف مو فيها. امتى دخلتي؟ ممكن نفهم شنو داكشي درتي؟ شنو درت؟ ياك وعدتك ناخذ لك احسن فيلا، علاش مشيتي خويتي خونتي الدار هكاك؟ وانا باش عرفتك غادي تاخذ ليا الفيلا؟ ما كنتش عارفه رشيد، كنت شاورتي. دابا علاش مقلق؟ ما تنساش انا الفراش اللي خرج فراشي ماشي فراشك. انا ما نخليش فراشي لمرتك. دابا بلا ما تصدقني، خذ لي فراش جديد ولا خذ لها ولا ما عرف شنو دير وصالحها وهنينا ياك. وي عطاتو بالدار ومشات تكمل العشاء بحال هو ما كاينش، هو كيشوف فيها مخنزر. خرج وخلاها مضاربه مع العشاء، مشى الحديقه فين كيلعبوا ولادو وجلس حداهم، وخا هو صراحه معصب. اما هي سالت العشاء وتما تخرجت بالطباسل وتبعها بنتها ضحى. بداو كيحطوا الطباسل، ورشيد كيشوف الشيوات اللي دايره مرتو اللي نوعات ما بين ما هو عصري وبلدي، وما بقاتش مركزه غير على الشيوات البلدين فقط. جلسوا كيتعشى، ورقيه مدوات ما تكلمات، بقات كتاكل بهدوء وهو كيشوف فيها وهي مخلاه. مالك ماما؟ ويلي قال مالي، الواحد ما ياكلش هو ساكت. والو غير قلت صافي. رشيد جالس كيشوف فيها وهي منخلاه نيت، تعيات وناضت دات لما على المطبخ ودارت في الغساله ونفضات المطبخ خلاتو كيشعل، وطلعت البيت اخذت الدوش وغيرات الملابس بالكامل ولبست بيجامه سميتات بنوار، مشات كتحط ماكياج وتريح حتى دخل رشيد عندها. انا مشيت غادي نبات عند سميره، راه خليتها حالتها خصوصا انك خونتي لها الدار. خونت لها الدار؟ قول خونت لها الفراش ديال الدار. اون بليس ما خونتوش، راه فراشي فهمتيني. اصلا هادشي اللي خصها قهرتني، انا قهرتها. هزات عينيها فيه وبدات كتسب عينيها. ما غاديش تبات معايا انا؟ خليها من غير اليوم. قربت منه كتشوف فيه باغراء، حتى وصلت عنده وقربت منه وتسقط بيه وحطات يدها على ظهره، بقات كتشوف فيه بشي نظره كتذوب الحجر. ولا قلت لك انا باغيه هاد الليله تبقى معايا،
محشك واش متوحشينيش؟ لا محشك بزاف كاع، ولكن قربت منه ببطء شديد وعينها كتشوف في عينيه، وريحه الانثويه دخلت اعماقه ورونات بالكامل. ما شعرش حتى سكتته بقبله رومانسيه خلاته ينوض ويتوضر ويمشي لواحد العالم هو ما كاينش فيه. وقبل ما يتوضر بالكامل قربت مدني ودوات بصوت حنين: بس معايا حبيبه، بغيتك اليوم ليا بوحدي. هز عينو فيها وتبسم على الجراه ديالها وشدها، وعجبو الحال من التغيير الجديد. واخا نبات معاك علاش لا، يلا اجي. تبعها كيف الدري الصغير دفعاته حتى ما فهم راسو من رجليه، طاحت فوق منه. اول مره كتاخذ المبادره وتكون جريئه، وصراحه ديك الجراه دارتها معاه فات الحدود، خلته يضعف ويجرها عنده بكل ما تملكه القوه، وياخذ جرعته منها، الجرعه اللي ما كيشبعش منها ونهائيا. اما في شقه سميره جالسه في بيت الناس وحاطه العشاء وكتسنى فراشيد اللي تعطل عليها بزاف. هزت التليفون كتحاول تصل به بلا فايده، حتى بدات كتبكي وتغوت به السيريا. علاش كيطرى ليا هكا؟ علاش كلشي طرى ليا؟ كلشي رشيد وهذا القفز اللي جابني له، لكن ما غاديش نسكت، لي ضروري نلقى شي حل يعطيك مصيبه لا انت لا هي. وبعد ايام قليله تقريبا رقية أقلمت مع الخدمة الجديدة، خلات مسيو أمير مبسوط من خدمتها معاه وما ندمش حيت خدمها. هبط بنفسه يشوف الخدمة كيف غادة، دخل لقاها واقفة على الموظفين كتوريهم الخدمة كيف عاملة. سلام مدام رقية، لاباس عليك؟ لاباس مسيو. بقات كتدور على الموظفين وعجباته صراحة الخدمة ديالها، وعجباته السير ديال الخدمة. قرب من أحد الأطباق وبدا كيدوق من الأكولات اللي دارو. هادشي زوين عندك، تبارك الله عليك. وتبارك الله عليكم حتى نتوما كاملين، البركه في مدام رقية كتبرينا داكشي بالتفصيل. هي عارفه شغلها، على انا جيت وخدمت هنا عارفه قاده وقويضه. ربي يخليك سيدي، ممكن تجي معايا بغيتك في شي موضوع؟ مرحبا. كملي الاطباق وديري النكهه اللي قاتلك، ما تزيدي حتى حاجه مخك. واخا مدام. تبعت مسيو امين المكتب وجلست في واحد الكرسي مقابله معاه وشفت فيه بفضول. وي مسيو فاش بغيتيني؟ بغيتك توجي ليا قصريه ديال رفيصه. قصريه ديال رفيصه؟ ما تخش ليا شي كليان كيتوحم. لا ماشي كليان، غير الام ديالي كتموت على البلدي والجهد ما بقاش عندها للطياب، وتحد ما معمر ليا عينها. ايوا الناس الكبار سيدي كيحماقوا على الاكولات الشعبيه. ما تخممش، انا نوجدها لها. امتى بغاتها؟ ما كرهتش الليله. انا نوجدها لها مسيو. نخليك تابعني الخدمه كثيره. بقى كيشوف فيها حتى مشات التليفون ودوى مع امو. حاجه العشيه نجيب لك معايا رفيصه؟ يلا بقي على خاطرك. وقول والله حتى عرفتي وما تكونش بنينه تنتخاصم معاك. لا غادي تاكلي عليها صبيعاتي ذاتك. يلا بسلامه، عندي الخدمه دابا. قطع معاه وهبطت يتسرى في لوطيل ديالو كيشوف داك الخدمه كيف عامله. اما رقيه فغير هبطت للمطبخ بدات خدمتها اللي قال لها عليها مسيو امير، وبدات كطيب شي مسمنات ديال رفيصه لاول مره غادي يديرو في مطبخ الاوطيل. بعد ساعات قليله كانت رقيه جهزت القصريه كبيره فيها رفيصه بالدجاج البلدي، وريحه السمن كتفوح منها وخلات كاع اللي تما يتشهى ياكل منها. دخل امير على اثر الريحه الشهيه اللي كتفوح وشاف رفيصه حوالو عيني، خصوصا ان المنظر تبارك الله كيشهي، ريحتها كتشهي تبارك الله عليك مدام. بصحتك، غطيها باش تخرج من الصوره، لا تكون كتوحم شي مره بذنوبها. مشات غطات القصريه وسراتها وهو كيشوف فيها باعجاب على الخدمه ديالها. هذه اول مره يخدم وحده تكون بهذا الابداع وهذا العبقريه. شكرا مدام رقيه، يمكنك تمشي، اسمحي لي شديتك شويه. غدا خدي روبو. شكرا مسيو. غير هز القصريه ومشى. شافت الموظفين ويلا اجي حنا ناكل، خليت لكم حقكم. ويلي ريحتها كتشهي مدام، قولوا بصحتكم. كملت شغلها واتجهت للفيلا ديالها اللي وصلت شويه معطله. دخلت ولقات رشيد جا وجالس مع بناته وباين عليه معصب. سلام، باقي الحال؟ كون بنتي انتي كاع تما. تعطلت في الخدمه، نلبسو نجي نوجد البنات شي حاجه. طلعت لبيتها وتبعها معصب من اللور، ودخلت وهي تسمع الباب ترضخ. هزات عينيها بان لها رشيد داخل معصب. شات الوقت رقيه، شفتك بديتي كتزيدي فيه؟ لا مالي، شنو درت؟ مشيت تزوج؟ غير تعطلت في الخدمه بلا ما تزيد فيه. كيفاش عطلتي في الخدمه؟ وقيلا نسيتي انك امراه وانا راه راجل. اش من راجل؟ لاجر اللي تزوج على المراه اللي وقفت معاه. ما تضحكنيش راسي رشيد، ما تنظنش اني راني نحس معك زعما مره وجوج صافي غادي نرجع لك. حنا
راه صافي سرينا مش حالها هادي، وحنا غير متفقين مع بعضياتنا على الولاد. شاف فيها كانوا زعما بحال الهضره ديالها بحال شي تصرفيقه، ما توقعش منها هاد الصراحه هاد الهضره هادي. اش كتخربقي انتي وشكون قال لك اش ناوي نطلق؟ وانا ناوي نطلقك زعما شغلك هذاك. المهم انا باغا نطلق وما تسحبش غير لا خديتي لي الفيلا، صافي راه غادي نكون زوجه لك بحال قبل. شوف انا ما بقيتش بغيتك، فهمتيني؟ دابا انتي بغيتي تلويلي دراعي وتحكي عليا صحابي ولا شنو؟ ما تحكينيش، انا ما كنديرش شي حاجه الا اذا بغيت. انا حافظك وعاجنك، وشفتي اذا طلقتك ماشي راجل ديريها في بالك هذه. انا ما تزوجتش بك باش نطلقك، انا نهار تزوجت بك قررت تكوني انتي ام ولادي وعمرك غادي تفكي مني. او ماي جاد مسكين كيحلم. شي رقيه ديال البارح ذهبت مشات ومازال غادي تصدم. انا نتسناك تصدمي لي، لكن ديري في بالك ماشي سهل تفكي مني. الموت اللي غادي تفرقني عليك ام بناتي. خلاها حله فما وخرج مخنزر، بقى كيشوف فيها معصب. لبست بيجاما طويله وهبطت للمطبخ دارت لها شي حاجه خفيفه وخرجت عندهم. جلسوا البنات كيتعشاو باهم تبعهم، جلس هو بالاخر وملامحه صراحه مغوبشه، خصوصا بعد تصرفات رقيه اللي ولات صراحه صبيانيه. اما سميره اللي جالسه نخصص ما عرفت ما دير صراحه. ضحك عليا الحقير، اي والله الا مخرجها من دارها ومخطط يراضيها وشي لا فيلا، وانا المكلخه تقت به قلت راه باغيني وباغي وهو باغي غير حاج. ودابا ملي من مني مشى بهاد السهوله ما غاديش يرضى. انا ما غاديش برضى بالفتات والشياطه ديالها رشيد، غادي دير اللي غادي نقول لك. بزز منك ماشي انا اللي تغبني حقيره بحالها. نهضت من بلاصتها مشات بدلات الملابس ومشات تكات في بلاصتها وبقات كتفكر وتخطط كيفاش غادي ترجعوا لها بالفن. اليوم غادي تكون حفله خاصه في اوتيل ياسين. هاد الحفله غادي تحضر لها رقيه وبناتها، واخا ما حملاش تحضر لها لكن خصها تواجه خوفها وتبان مرتو رسميه. واقفه قدام المراه كتقاد نفسها للحفله، اختارت لبسه خاصه للمناسبات عباره على سروال واسع في الماغ ومع قميص اللي كانت مخدومه على شكل قفطان مع بيته اللي كتلبس محلوله. قادات مكياج الكل اللي كان ثقيل شويه بلا ما تسنى تزين عنقها بسنيسله ديال الذهب حلقات. لبست صنداله عاليه واتجهت عند بناتها اللي كيجهزوا نفسهم في غرفه الضحى. البنات جهزات، بلاتي يا ماما لبس صندالتي. بقات رقيه كتشوف بناتها ابتسامه وهي كتشوف هذا الجمال وهذا الزين اللي عطاهم سيدي ربي. اما رشيد ساق سيارته وكيضحك على بناته، وداز فتره من الوقت وصل لوطيل ياسين حط سيارته وتم داخل شات في مرته وبناته وراه داخلين شادين بعضياتهم وكيتمنظروا في الحفله اللي كانت زوينه. داخل شات في رقيه واتجه لعند صاحبو اللي كانوا واقفين مع عيالاتهم. اللي غير شافوا رقيه تصدموا من المنظر. بونسوار صافا عليكم رقيه، لاباس عليك؟ الحمد لله متي، الحمد لله جيتي مزيونه، عينك اللي زوينه حبيبه. ايوا صافا عليكم، كاين ما يتشرب؟ كاين 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 اي حاجه بغيتيها سبيسيال كاينه. انا شفتش كاينه، جيو البنات معايا. بقى كيشوف فيها تمشات تسعينو في صحابو لقاهم كيبركو مغوبش. اش كاين عمركم شتوها؟ لا غير تغيرات ولا زوينه. اجمع عينيك ونخسر معاك مؤاد، هذيك مرتي وانت عارفه خط احمر. كنعتذر منك صاحبي ما قصدتش. صافي قلبوا الموضوع، واش بان ليكم تدخلوا معايا في شي مشروع؟ كنفكر نفتح شي صراحه شي شركه ديال البناء، بليا المجال التعمير فيه الفلوس بزاف. فتحها وتعامل معايا انا غادي مزيان في مجال التعمير. فكره؟ واش من فكره؟ علاش لا؟ اش قلتي يا سي مؤاد؟ التحقت رقيه برجلها هزة عاصر لها وليه، وقفت عليهم بتسمى هاك تفضل شكرا يا حبيبه. العفو. يلا دورت وجهها ويتبلى سميره داخله مخنزره لابسه غوب سواري في الحمر ما مقصراش على راسها من الماكياج ومن الاناقه. قصداتهم كترمق رقيه بنظره ديال الكره والحقد. بونسواغيك ما تعطلت عليكم. نو يلا جينا. اه رشيد ما قلتيش لي انا رقيه غادي تكون؟ ضروري تكون هي والبنات، هذه حفله عائليه. على ضروري يقول لك انا مرتو خصني نكون معاه فيما مشى. غير حيت ما عندكش مع الحفلات، غير ولفي من هنا لقدام غادي يكون عندي مع الحفلات. ايوا مرحبا بك معانا. شكرا. قربت سميره خطوات من رشيد، يلاه بغات تدفعها وتجي حداه حتى رقيه دفعتها عاود ما دفعها، وبقات واقفه كالصنم حتى رجلها ما تزحزحاتش من بلاصتها، خلاتها غادي تسطونا الغيره كتاكل فيها. سميره شفت درتك تسيفت عليك، هذه اللي قلتي سهل تهزيها؟
ما تفكرينيش تيفات عليا، لكن ما تقدرش عليا فهمتي، تسني شوفي شنو غادي ندير. قربت من رجال الأعمال، أغلبهم معارف رشيد، وقلبات هدرة على البيزنس وخلطت بالعربية الفرنسية. إيوا رشيد، شو بالك ندخلو شراكة مع معاد؟ بغا يدير سيزي لابوغاتواغ، وكتعرف داكشي فيه الفلوس، لكن هذيك ماشي خدمة رشيد، هو خدمته الهندسة وكيفهم أيضا في التعمير. أش تاهل الدوا؟ واش بغيتي ديري ليه الإفلاس؟ واحد خصو يغامر شوية، إذا ما غامرش يبقى في بلاصتو، هادشي صعيب تفهميه، حيت أنتي خدمتك بعيدة عن البعد، كتفهميه في الماكلة. بالعكس عندك الحق، كان فهم غير في الماكلة وركز فيه، وبعد ما كنت طباخة عادية وليت خدامة الشيف في أكبر لوطيل، وما كلتي الكل كي حماق عليها. رشيد هز عينو فيها تصدم نوعا ما، ما كانش عارف خدمتها. رقية عندها الحق، أنا دابا مركز في خدمتي، ما بغيتش نغامر. جات أميمة كتجري فيها البكية، ماما شفي واحد الولد شنو دار. هزات عينها فيها وهي تلقى كسوسة تجل الخات بالعصير وغوبجات. ويلي شكون دار لك هاد الحالة؟ أجي وري ليا. راه هو جاي مع ماما كيتبراو مني، لكن ما درت والو. بعد شويه جات مرات تكون قد رقية، ومعها ولدي يكون قد اميمه، وباين عليه مشاغب. سلام، كان اعتذر بزاف من الحل اللي دار ولدي. هي اللي بدات ماما، انا ما ظلمتهاش، ما درت والو ماما، هو خايب. يلا بغا تجاوب، هو يقف عليها امير مصدوم، وهي مصدومه اكثر منه. مسيو امير هز عينه في اميمه وتحضر عندها باتها. اذا انت هي المشاكسه اللي ضربت ولدنا، ما قصدتش امي. كان اعتذر بزاف، نعرفك امير، هادو بناتي وهذا راجلي. رشيد طلع وبط فيه بالو، وجههم الوف، تشرفت بيك، لكن فين شايفك؟ انا امير البغدادي، صاحب اكبر اوتيل في كازا، اللي هو اوتيل بغدادي، الخدامه فيه مرتك. هز عينو في ختو اللي كتشوف مصدومه. هذه هي رقيه صاحبه الايد السحريه اللي قلتي لي عليها. واخيرا تشرفت بك، عرفتي سمعت عليك بزاف من خويا، وكنت باغا نتعرف عليك، لكن فرصه هذه، خصم ولادنا جا في محله، عرفت يعني خصم ولادنا هو اللي عرفني عليك فهمتي. وانا تشرفت بك يا مدام، انا اكثر، انا كوثر، هذا ولدي ايوب، كان اعتذر منك ولدي، وبين بنتي جبداتك. هي اللي جبدتني، وانا ما كبتش على العصير، تكب لوحده كذاب. صافي ما ترى والو، ما ترى باس، يلا تسامحوا. اميمه انا كنتسنى، ضغطت على اعصابها وقربت من ايوب ليها زعين وفيها مغوبش. سمح لي ما نبقاش نقرب منك، الخوف قبوله منك، ما مولفش نضرب البنات، كون كنتي دري كون فلاحظتم تصلتك. شنو كتقولوا؟ والو ماما، حنا تصالحنا زعما، فهمتي احنا صافي تصالحنا. رشيد مغوبش واقف وكيرمق برقية بنظرات غيورة، وكيشوفها خدامة مع أشطر شخص في مجال السياحة، اللي هو أمير البغدادي، اللي معروف الأصل ديالو ونسب، وهادشي شكل له إزعاج خايب، ماشي حيت خدامة معاه، بل لأن أمير وسيم عاطي العين وتبارك الله عنده الفلوس على رشيد. تجه عندها وهي مجمعة معاه وناسياه، وقف عليها عنقها من خسرها بزاز، وهي محملاش يقرب منها بعض الصورة. اذا انت هو اللي خدمت معاك، عودت لي يا رقيه عليك، تشرفت بك، وعرفتي مرتك طباخه ماهره وشاطره ما شاء الله عليها. عارف من صغرها وهي كتبدع في الطياب. اما سميره واقفه مغوبشه ومصدومه مع البقيه، ثم شفتوا دابا رقيه خدمت مع امير البغدادي، شدوني نسخف. انا صراحه صدمت، راه امير شي حاجه ومعروف، ما فراسيش انها خدامه معاه. انا عرضت على زوج اختو وكنعرفو من زمان، اما هو ما عنديش مع السيد مجاد، مرتو تغيرات على قبل، شكون اللي قال تغير؟ ماشي بعيد شي نهار تلقاها دارت هي اوطيل ديالها، ولا مطعم بنت ليا بدات كتطور، عمرها توصل، فهمتو؟ ساعه تقريبا تالي. ايوا شنو كتخطي؟ ماشي انا اللي تجي وحده تشاركني في راجلي، ما غاديش نخليه ليها. دابا تشوفي، بقاو كيشوفوا فيها مصدومين من كميه ديال الانانيه اللي فيها. تمشات عند رقيه ورشيد بلا حشمه بلا حياه، رقيه شافتها وما حملاتش، وما بغاتش الصراحه شي واحد يسيق الخبر ان راجلها مزوج عليها. هاي انا سميره، مازال ما كملت حتى وقفات رقيه. يلا اختي مشي رشيد، امي ما بدا يجيها النعاس، شاف بنته اللي واقفه بحال السكرانه، قرب منها وهزها. واخ تشرفت بك مسيو امير، نشوفك مره اخرى، اكيد غادي نشوفك وغادي نتشافوا ان شاء الله بزاف. ان شاء الله خرجوا من الحفله بلا ما يعيروها اي اهتمام، خلاوها واقفه مفقوصه
مشى رشيد ومرتوح طوها بالدار وخرجهم الاخرين، الشيء اللي خلاها مفقوس اكثر، وكتحس ان رشيد بدا كيبعد عليها وكيملها، وهادشي ماشي في صالحها. قربت منها ماريا كتشفى فيها، ويلي شفت رشيد مشى وخلاك، مشي من عادته، بعدي مني هاد الساعه لا تكسر. خرجت هي الاخرى وركبت سيارتها واتجهت الى شقتها وهي غادي تموت من الغيره والقهر من هاد الزمر ديال دار التالي، بدات تفيق وتعيق. اما رقيه وصلت هي ورشيد الى الفيلا ديالهم، دخلوها البنت والصغيره اللي نحتات واتجه بها البيت، ورقيه تابعه مغبشة. مشى البلاكار مدلا بيجامه ديال اميمه ومشى يطلع على بنته الاخرى. بعد ما اطمأنت على بنتها مشات لبيتها ولقات رشيد كاين وكان جالس وباين مقلق. ممكن تفهميني امتى كنتي غادي تقولي ليا انك خدامه عندك امير؟ انت ما كتسولش، ما مسوقش، كون كنتي مسوق ليا كنتي غادي تعرف مرتك فاش خدامه، حيت واثق فيك وعارفك شنو كتسوي. قول ما مسوقش ليا من نهار تزوجتي بديك الميكروبه، دابا عاد فقتي صباح الخير، لكن انا ما فايقاش لك، الحمد لله خدمت. وعرفتي شحال كنشد في الشهر؟ شحال؟ 3 مليون. شفتي هاد البلديه فين وصلت؟ تستاهلي كتر. لكن كيفاش امير كيخدمك؟ هادشي اللي بغيت نفهم. بغيتي تعرف؟ انا غادي نقول لك. انا كنت خدامه مع كوثر وكانت كتستغني وكتاخذ الخدمه وتعطيها الامير وتقول لي هي اللي مطيباها، فهمتيني؟ حتى واحد النهار جات مرتك اختك اللوطيل اللي خدامه فيه وقرر يقطعوا لي رزقي. كيفاش؟ داروا زغبه في الماكله ودارت مرتك شوها وجراو عليا من الخدمه، عند بالهم انا ما عاقتش، عند بالهم ان هادشي ما كيتعاودليش، انا هادشي راه دز قدام عينيا وما عمرني غادي نسمح ليهم. شفتي باش بدلتيني؟ علاش ما قلتيش لي هادشي رقية؟ علاش خبيتي لي هادشي؟ هادشي درته ما كاينش، بغي جرا عنده دفعته وما تخسنيش. ماشي انت اللي قلتي لي انا كنبغيها وهي حب عمري، انت غير عزيزه ليا على مازال عاقل؟ ولا نسيتي انا مازال عاقله بحال غير البارح؟ ومازال عاقل كيف نبتيني انت وعائلتك من حياتكم؟ كنعمرني غادي ننساها. عاقل كيفاش تزوجتي وشهرين ما شفتكش ولا سولتي فيا ولا حاشيتيها ليا؟ انت بنتلك خدمت وترقعت عاد جاي تسول فيا؟ الله رشيد، اذا انت نسيتي، انا مازال ما نسيت. انا مقهوره منك وما تنظنش اني اذا تقربت منك حبا فيك واني ممكن نرجع معاكي في الاول، مستحيل ارجع مع واحد فضل وحده ونسى الحشره. كان عمرني كنت فيها، ودابا اللي كنقول لك ما بقيتش بغيتك وعافك، طلقني يا رشيد عافك. دازوا الايام على شجر رقيه هي ورشيد، من ديك الليله وهي ما كتدويش معاه نهائيا، قطعت الهضره معاه وقطعت عليه حتى الفراش، هي كتنعس بيتها هو كيتنعس في بيت. اما في الاوتيل القديم اللي كانت خدامه فيه رقيه، واقفين الموظفين حاضرين راسهم وباين عليهم الاسى بعد ما تقطعت تقوم من الاوتيل اللي من نهار مشات رقيه والكليان هربوا وتبعوها الاوتيل الجديد اللي خدامه فيه. واقفه كوثر عليهم كتفرق عليهم مستحقاتهم، للاسف ما بقاتش هضره. الاوتيل دار افلاس وحاولنا نوقفوه، لكن كيف كتشوفوا بلا فايده. نتمنى لكم التوفيق في اوتيل اخر. فين غادي نقلبوا على الخدمه مدام كوثر وحنا هزين عائله؟ مشكلتكم ماشي مشكلتي، انا براسي غادي نقلب على اوتيل اخر. بون كوراج. بقاو كيشوفوا فيها تمشات وعينا غرغرو، فين غادي نقلبوا على خدمه؟ الاوتيل تخدموا بالوجهيات مشكله هذه، ضروري يكون حل. هزي السي في دوري ولا شوفي رقيه تقدر تخدمك في اوتيل امير. ما نتنش امير يقبلني، راه اوتيل ديالو كبير ورقيه مخدمها كيعرفها غادي تدخل ليه صيف. جربي حظك، اش خاسره؟ سلامه، نمشي نشوف رزقي، فقنت واحد اخر من غير هنا. والحمد لله ربي وفقها ومشات بصح عند رقيه، ورقيه غادي تشوف لها الخدمه حيتاش رقيه قلبها حنين وكتبغي الخير للناس. اما الفعل القرطيطه ديال الاستاذ دخلت البيت ديال رقيه بقات كدور فيه والسمته ياكل فيها. ها انت على القش، شوفوا الفراش كيف داير، طورت مع راسها، لكن كلشي من خويا اللي ردها بنادمها بعد ما كانت كتبيع المسمن والحلوه. مشات جلست على السرير كتقلب فيه، تصونا تليفون هزات ولقات سميره مرات خوها وصاحبتها. اهلا حبي، لبس عليك شويه وصافي، علاش مشيش خوك؟ اش داير فيا؟ قلب عليا قلبه وحده. واش نقول لك داكشي برد، يمكن ما عرفتش عليها اتصلت بك. انت عندها ياك؟ كنت شوفي الفيلا اللي شرا ليها كيف دايره، داكشي مجهاده صاحبتي، تقولي كتقطر له من عينيه، كتسمع لها الجحيم الصوت نقلبها. خلي على الله مع ديك رقيه، ولات كتعصبني. شوفي غادي تشوفي لي شي حاجه من حوايجها، يستحسن يكون كيلوط ولا مشطار شعرها بغيتهم في اقرب وقت، بغيت نتغدى بها قبل ما نتعشى بها، فهمتي؟ اوكي غادي ندير انا نخرج داكشي،
غادي تلقاي شي حل. ياك تنتي ما كتحملياش بحالي وبغيتي تفكي منها وعاونيني، غادي تشوفي خوك كيف غادي يعيفها ويكرهها بحال قبل. واخا انا نشوف كيفاش غادي ندير. قطعي خليني نشوف كي ندير. يلا واخا ملي تمشي للدار اتصلي بيا وقولي اش درتي. صافي قطعت معاها مشات كدور في بيت مرات خوها، كدور وكتبق الشماكياج، وبان لها واحد المفتاح هزاتو وعرفاتو ديال البلاكار. تجات البلاكار حلاتو وبدات كتبقش في حوايج الداخليه. شحال عندها ديال الحوايج وشحال ديال الذهب. عطاتك ليا ما بنت حليمه، ديري تزوجتي بخويا وانا بقيت بايره. يخ على زهر ديال الخايبات الجاهله الاخرى. قربت لواحد الشوميز هزاتو وخدات شي بيكينات معاه دارتهم في ساشيه تحطيهم لسميره. سدت الباب وتما تغادا تقلب على مشطات، سمعت شي خطوات قريبه من الباب، قلبها قفز من بلاصتها وخبات الساشيه وراها وشافت في الباب متوتره ومخلوعه خايفه لا تحصلها مرات خوها وتشوهها، خصوصا بعد داكشي اللي هزا في يديها. تحل الباب وتخلى رشيد مغوب باش غير هز عينو في خطو تصدم. اش كديري انت هنايا؟ والو غير جيت نتفرج في دارك. تفرجي في داري؟ مالي عندي الخيال. شوفي طلعي حيدي من هنايا. كي شوفيها بقلة حيلة طول يدي وخطف ليها البلاستيكة وهي قلبها غادي يوقف ليها. شنو هادشي؟ والو هادشي ديالي انا. بدا كيقلب داكشي حتى بان له حوايج مرتو. فين غادا بهادشي؟ تا فين؟ قلت لك فين غادا بحوايج رقية؟ والو عجبوني بغيت نتلفهم من عندها. فيها شي حاجه غادي تقولي لي علاش مخرجاهم ولا نعيط عليها؟ علاش غادي تعيط عليها؟ هادوك فلوسك ماشي فلوس هاد المسخه. قالتها قرب منها وزع عليها بالترفيقه حتى تحت الارض شاد حنكها. صلحي في امك هذيك اللي كدوي عليها، راه لا كنتيتي جدرتي انت وديك الكلبه ديال سميره وكيفاش خرجتو ليها على خدمتها. قولي لي اش دارك؟ شنو دارت لك؟ توصلاتي بيك الامور ديري زغبه في الماكله هكا قريتك؟ ماشي انا سميره، سميره اللي دارتها هي اللي قالت لي جيبي هادشي. هي اللي بغات هادشي. انت وحده ما فيها نفس من الاولى، واخا قريتي لك القرايه ما دات منك الحق ولا باطل. مخك مجلج حكولك ما تزوجتيش، قلبك كحل خرجتي عليها وباغا تزيدي تخرجي عليها. انا غرغرو قلبها ضرها وبقات تشوف فيه مقهوره ولا حط له البلاستيكه وخرجت كتجري والدموع هو دي المسرسبين من عينيها. بقى كيشوف فيها مغوبش. مشى حل الباب بلاكار وبدا كيرد داكشي اللي خدات اختو. يلا بغى يسد الباب وهي تبان ليه واحد الباكيه ديال الدواء. مشى هزا يشوف ديالاش ويلقى اقراص ديال الحمل. هزا بدا كيشوف فيها كيترعد وما متيقش. انا طول المده اللي كان كيدير داكشي مع رقيه كانت كتاكل اقراص معنى الحمل باش ما تولدش معاه. خرج عينه وكرز على قبطه يديه وجعو راسه صراحه. مشى جلس حاط يديه بين راسو كيخمم. واخا رقية وصلت بيك حتى لهاد الدرجة غادي نشوفو شكون غادي يغلب، واش انا ولا انتي. هز غرورو معاه وهبط عند العائلة اللي جالسين لتحت ومعاهم ختو الحاقودة. اهلا وسهلا شرفتونا خويا الياس. شكرا رشيد دارك زبينة. لحقو بالك تانت بشي بنت الناس دير تانت الدار بحال هادي. هز عينو في نيسري اللي بغا ياكلها بعينيه. ما كرهتش شي بنت الناس لكن تكون صبارة حيت انا يلا هبدي حياتي. شافت فيه مو سميتها زهرة وقالت له ان شاء الله ولدي ضروري انت حفشي بنت الناس تكون بحال رقية. ربي يكبر بك خالتي. ضروري يلقى غير قلبي. عطا الله بنت الناس زهرة، غير ولادنا ما كيعرفوش يختاروا. لا واه ولدك عارف يختار. في الواحد غادي يلقى بحال رقية الزين وحداقة وتباتة. نتمنى ولدي يلقى بحالها. شافت فيها مغبونة وهي تحضر راسها وضحكات ضحكة الصفرة. على كاين بحال رقية؟ هز عينو في مرتو تبسم. فعلا مرتي ما بحال احد غير يسمح لي منها وصافي. مرحبا بيكم، ما تحشموش في الظلو ما تحشموش. نسرين جيبي الحلاوي الناس هي الاولى. نادت المطبخ هو حاضيها وفي دوا كتشوف فيه بغات تاكلو بعينيها. فاش خدام هز عينو فيها بلا احساس، ما عجبتوش بالمرة ولا ارتاح ليها. عندي اجونس ديال طوموبيلات كنبيع ونشري فيهم. وانا خدامه محاسبه تشرفت بك. رشيد تيطلع وتيهبط في خطوري بدات تخرج على السيطره بعيد على الدومين ديالك قريب للدومين ديال رقيه. حتى هي خدامه في السياحه ياك؟ مزيانه اختي رقيه السياحه فيها الفلوس ماشي لهالدرجه. انا مديره طباخين في واحد الاوتيل. مزيان سميت الاوتيل اوتيل بغدادي ديال امير بغدادي. بو اوتيل زوين من احسن الاوتيلات ومولاه شخص معقول وتبارك الله سخي.
ولد الناس قلا رجال بحال وسعدات هادي اللي غادي يتزوج به. رشيدة زعينو فيها نفقوس وشاف فيها كيف من خلاو كتقلي ليه السم بهاد الاميه ديالها. خرقه هي دايراني لعبه، غادي نشوف شكون غادي يلعب بالاخر انا ولا انتي. داخل بوجه مغضوب عيني شديده القسوه والبروده مشى جلس فوق السرير كيتسنى تلك الغائبه عن بيتها تدخل. بعد ما هو اللي تكلف بناته عشاهم انا حسوم بقى قاسم مفقوس كيتسنى رقيه اللي مازال ما دخلت لدارها. ناض البالكون بقى كيكمي كيحس براسو مفقوس ومعصب وخايفه تضيع منه. ماشي هادي رقيه اللي تزوج بها وقرر يكمل حياته معاها. بقى مغبون وشارد حتى بانت له جايه بسيارتها. بقى كيشوف فيها وكيشوف كيف لبسها اللي ما بقاش عاجبو ولا ماكياج اللي بس كدير محيق. بقى واقفه على اعصابو حتى دخلت عنده. انت هنا مازال ما مشيتي بحالك؟ شاد اللبسة رقية، واش هاد العكر واش جالتي ولا مالتي لامك؟ شفتك باغي تحكمني اسي. ايه نسيتي اني انا وياك غادي نطلقو؟ مني نطلقو ديري اللي بغيتي، دابا انتي مرتي وما نبغيش شي حد يشوف فيك. شوفها ماشي هي هذيك، سري راسك بنت الناس. ضحكتيني وخما فيا ما نضحك. مين جاتك الحنان اسي رشيد؟ نسيتي شنو درتي فيا وكيف بدلتيني بسموره؟ اذا نسيتي انا ما نسيتش. قرب منها كيشوف فيها بنادم جرى عنده ببطء حتى التصقات به وهو كيشوف فيها بمحبه. ويلا قلت لك سمحي لي وعطيني فرصه حبيبه، واذا كان على سميره انا نطلقها غير شعيلي. تعطلت يا رشيد، هادشي كان عليك ديرو قبل ما تزوجها عليا وتقهرني، ودابا خليك معاه انا ربي فتحها ليا في وجهي ما بقيتيش نافعني. الطلاق هو الحل يا كرقيه، نسيتي حبي ليك؟ ديري على حساب البنات وانا نواعدك نتغير. لي خان مره يخون جوج ثلاثه واربعه ما تصعبهاش علينا. عافاك انا خديت قراري، اذا كان في قلبك معزه طلقني وحررني. طلع وهبط فيها بحده وغيره باش تشوفي مستقبلك مع امير، لكن ما غاديش نخليك انت ديالي. انا نكون مع من بغيت ماشي شغلك. ما كتفهمش؟ طلقني، خرجني، خرجي من حياتك. شوف راه انا وياك ما بقيناش نافعين، ما بقيتيش نافع تكون معايا، خرجني من حياتك. الله يعطيك السر، غادي نخرجك لكن ما غاديش نطلقك. اهون عليا نخلي امك ارمانه ونخليكش مطلقك، سمعتي؟ خرج بخطوات سريعه وهي كتشوف فيه مضيومه. فاش قال ارمله حسات بنغزه في قلبها. الله ينجيك يا رشيد، الله ينجيك، ما حنا على فالك. ركب سيارته ومشى بسرعه سريعه ومخو شارد مع رقيه. هاد التغيير اللي بدات كيبان عليها، بانوا عليها الفلوس، تغيرت شخصيتها ونسات، ودابا كتفكر تزوج بغيره وتدخل على بناته اب جديد مستحيل تخليه. دخل شقته مغوبه شويه ويرمق تلك اللي جالسه بنظره كلها غضب وحقد. ما بقاش حاملها ولا حامل يشوف وجهها وهي غادي تشتت عائلته. عائلته اللي ضربتها مره هو برقيه، حتى داروا دوك البنات وحاولوا يقرون في احسن مدارس، لكن في لحظه نزوت وضيعت كل شيء. اهلي عاش من شافك، اتفكرتي انا عندك مره بلا رقيه تلفات على القبله؟ على القبله زعما؟ باس ما كتحشميش، وجهك قاسح، ما عرفت فين كنت كنشوف وانا تزوجت بيك، كاني كنت مرفوع ولا ضبعتيني. اش كتخربق؟ واش عارف راسك اش كتقول؟ انا راه مثقفه ماشي جاهله. بصح نيت انت مثقفه، علاش مصيفطه اختي تاخد حوايج مرتي؟ انا مثقفه، اختك كدابه. انا شنو بغيت في حوايج رقيه؟ اختك كتغير منها حيت هي تزوجات وهي لا، هادشي اللي كاين. شرها من شعرها وبدا كيدوي. سمعني مزيان، انا ما بقيتش بغيتك، ساليت انا وياك، نعطيك مهلة ايام وتخرجي من داري. دفعت وشافت فيه مع الصبا وعينها مغرغره. اش كتقول؟ واش حماقيتي بغيتي تطلقني رشيد؟ غادي نطلقك، نهار تزوجت بيك قتلك بعدي من رقيه، بعدي منها. لكن شنو درتي؟ شنو درتي؟ مشيتي لخدمتها، هدرتي زغبه من شعر اختي وحطيتيها لها في الماكله، قهرتيها. من بعد ما شي حر شي اختي تجيب لك حوايجها باش تسحري ليها وتبعديها عليا ياك. لكن لا يفلح الساحرة سميرة، أنا ندمت على النهار يزوج بيك، أنت طالق طالق وطالق. غادي نعطيك مهلة تقلبي فين تعيشي، وبعد طلاق أختي سيري في حالك، الله يعطيك السر. قالها وهي طاح في الأرض كتبكي وكتنت في شعرها بالتمثيل. لا رشين ما ديرش فيا هادشي، أنت عارفني كنبغيك، أنا ما رضيت نكون زوجة ثانية إلا حيت كنبغيك. عافاك شوف نبوس لك رجليك، ما تطلقنيش. سالينا الزمر، أنا عمرني بغيتك، فواحد الوقت كنت وقيلة معمي وظنيت اني كنبغيك، لكن كنتي نزوه في حياتي وما شعرتش بحبي لمرتي، تقربت نفقدها. انا كنبغيها هي وكنبغي بناتي، ما نقدرش صراحه نشتت شملي وحياتي على قبل النزوه. الله يسهل عليك مع غيرك وني تفهمي بعدي مني. خلاها جي الريحه
ودخل الباب وخرج وبدات كتبكي وما رضاتش تلقاويه. مازال ما بحث منه لا فلوس ولا منصب ولا دار. بقات كطيح دموعها وكتفكر نصيحه ياسين لها ومرته اللي عمروا لها راسها. فلاش باك، كانت واقفه مع ياسين وماريا كتشوف فيهم غوبشه. ما بغاش يتشد ليا صاحبتي، عيت معاه والو. ديري جهدك، راه داير شريك سخاصه وكتعرفي اي واحد خدام صحيب يدير شريكه، لهذا تقربي منه على الاقل يثق فيك واللي باغيك ويكتبها لك، واذا كتبها نص بالنص زعما يقدر. حاولي، راه مرتو ما قارياش، ما كتكونش معاه الهبيله، سهل تاخدي لها. خصك تخدمي مخك، انت زوينه لعرفتي تخدمي داك المخ غادي يبلي حماق عليك. عندك الحق، ضروري نلقاه نتزوج بيه، كيحمقني منها نتزوج ومنها نخدم معاه. راه وليت عاطله بعد الشركه اللي جرات عليا. وانت يا صاحبتي اللي تكلختي جدك تنصبي وتزوري، واش المخزن معاه اللعب؟ ها هما جراو عليك، اش صورتي؟ الشيطان غرني وصافي، دابا شوفوا لي شي موعد معاه. السبت الجاي عندي حفله في الفيلا، غادي يكونوا كاع صحابنا وغادي يجيب وحده بحال ديما. جي مقاده وفكري في شي حل تقربي منه. انا سميره مستحيل نفشل هاد المره، غادي نتصاحب معاه. دازت ايام قليله وجا نهار السبت. لبست سميره احسن ما عندها واختارت كسوه حمراء نازله على كتافها قصيره ومزيره، قدات مكياجها واتجهت للفيلا ديال ياسين اللي جمع كاع صحابو الفاسدين والغير الفاسدين. وقفت على ياسين وام مدام ديالو مبتسمه. السلام عليكم، ياك ما تعطلت عليكم الحفله في اولها. مسيو رشيد لاباس عليك؟ المدام ديالك ما جاتش معاك؟ لا عيانه شويه. شكرا مادموزيل على سؤالك. مشات قدامه بلا ما يشوف فيها على الاغراء اللي هي فيه. ياسين اللي حلف مو فيها وكلاها. زوينه بزاف، تنشوف صاحبي نسا كيف دايرين بحال الكوفره اللي عندي. ما باغيش تكبر ياسين، قنع باللي عندك ودير بحالي. انت بوحدك، بغيت نعرف علاش المدام ما كتجيبهاش معاك. المدام ما عندهاش خيمه صدع الراس، وبيني وبينك حتى انا ما كنبغيش نجيبها لهنا، يبقوا الرجال يمسقوا فيها. الرقيه عندي حاجه اخرى. على حب عندك كي داير؟ صبرت معايا صاحبي وعاونتني. بقى كيشوف فيه وحش شويه بالغيره منه. هو تزوج مره كامله مكموله، مره عاوناتو طلع ماشي بحال هو، مره باغا غير تدمر وتفلسو كل ما كانوش والدي فلوسهم كون الزلمه. ايه وعرفت كي دير ليه بنت الحرام ودورات عليها. كل نهار تسول فيه واش مريض واش واكل واش صحيح وهادي ولابسه وتصلاه. راكم عارفين الرجال دغيا كيتيهو. حتى دار معاها علاقه لي كامله وداكشي ديالو مشات لعبات بيه. ونشوفوا دابا واش شكون ليا ولا ما غاديش تكون السي رشيد. دابا غادي نولي المدام ديالك وغادي تشوف. فاقت على ذكريات الماضي وهي جد مغبونه على التصرف اللي دار معاها، وبدات كتبكي وكتغوت. اما رقيه غادي تكون حفله في لوطيل ديال امير، وبهاد المناسبه جهزت نفسها كما يجب ولبست احسن ما عندها واختارت فستان سواري في الاحمر طويل نصفكم وخشوية ايفازيليا. قدات مكياجها وطلقات شعرها وخرجت عند البنات اللي كيتسناوها حلا برا. من بعد ما ودعتهم دخلت رقيه لابسه احسن ما عندها وداخله مبتسمه لداخل الوطيل، وكتحس بشويه ديال الرهبه والخوف بحكم هذه اول مره تدخل شي حفله بوحدها. بلا امير واقف مع شي رجال وسيدات ومشده في حال الشبهه مشات لعندهم. بونسوار، ها هي مدام رقيه جات وغادي تعرفكم عليها بنفسها. شافت فيه واحد احد النساء باعجاب. اذا انت هي رقيه، سمعت عليك بزاف ما شاء الله، ماكلتك مزيونه، مستحيل شي حد يدقها وما تعجبوش. شكرا، انا فخوره حيت ما قلتي كتعجب الكليان. كلك زوينه مدام، انا دقتها المره الاولى وما قدرتش نستغنى عليها. مدام رقيه اجي نعرفك على عائلتي. مرحبا. تمشات معاه لشي طابله فين واقفين عائلته، اختو منال وزوجها منصف، اختو الصغيره هبه وخوه الصغير معاد، وطبعا مول الحاجه لطيفه. تعرفت عليهم وكانوا طبعا من احسن الناس، ظريفين بحال ولدهم. طبعا دخل رشيد مغبش للحفل، بقى كيقلب عيني على مرتو كيحس براسو قلبو غادي يخرج من بلاصو. ما قدرش يستحمل انها تكون هنا بوحدها وسط الرجال، لا اكيد غادي يحاولوا يتقربوا منها بعد ما زيانت على ذي قبل. بقات يقلب حتى بانت ليه واقفه مع امير وشي رجال وكتكركر. حس بالجحيم الصوت انقلبو، ما قدرش يستحمل ومشات تجاهها وتحاول قدر الامكان يسيطر على راسو. عنقها وجرها له وابتسم ابتسامه بارده. السلام عليكم سيو امير، صافا؟ اهلا اهلا وسهلا سي رشيد، يلا سولت عليك المدام. كانت عنده حفله اخرى خاصه بالمهندسين، لقينا مشكل اننا نكون بجوج في حفله واحده. انا درت الصواب وتبعت المدام ديالي. لا انا نقدر نفوت حفله ديالك. شرفتينا مسيح ليا الشرف.
تقدمت منهم نيسرين هازه بلاطو في العصير لابسه لبسه الموحده اللي كانت على شكل غب قصيره مع جيلي اسود بلكمه وقميجه بيضه ومعها هي قصيره مطيبزه بانت شويه في اللبسه. مدت لهم العصير الرقيه كتغمزها بعينيها تسيطر على خوفها وتوتره قدام امير اللي حاطه في باله. خدا امير من عند العصير وبقى كيطلع ويهبط فيها. بامكانك تمشي. شكرا. عن اذنكم. وجهها مسكينه تزنق. مشات وبقى متبعها بعينيه وكيشوف فيها بالتركيز. بدات تعلم امير غير كيخلع بشوفاته. راك دي الكوارث ربي يصبرني عليها حيت من طرفك انا ما عنديش مع الخوافات. كتبيع على نسرين مازال ما تعلمت الخدمه كتقفقف بزاف. ما مولفاش تبارك الله اوتيل ديال كبير عليها مازال كترهد عطيها وقت وغادي تتعلم. عن اذنكم انا جايه. غير مشات امير وهو يهز عينو في رشيد. سمعت انكم غادي تطلقوا للاسف حزنت حتى عندكم بنات. دغيا عاودت ليك فرحانه انها غادي تطلق. نسى باغيني غير على مني تفضفضوا خصوصا يحسوا بالامان. الا حسوا بالامان زعما مع شي حد وانا دايرها صراحه بحال اختي بلا ديك الشوفه. خويا رشيد انا ما نطمعش في عيلات الرجاله. واش ندير ولات كتجهلني عليها من نهار خدمات عندك تفرعنات. خليها تبين القدرات للمدام ديالك عندها موهبه غير كان خاص شي حد يوقف معاها وانا غادي نوقف معاها حتى دير مشروعها. علاش لا شنو بالك. ترى ما كرهتش تعذبات معايا توقفت على رجلي غير الصيغه بنت الحرام. لا لا يسلط عليك شي بنت الحرام. ودير عقلك راه عندك البنات وما غاديش تلقى بحالها. عارف كيفاش ترجعها لك. كنحاول اصلا ما نقدرش ندمر زواجي على قبل غلطه. يا ربي تسمح لي. يكون خير انا نحاول معاها كيف كيقولوا كيف كيقولوا الزين على الودان امر من السحر. وتحاول معاها في دارك راه انت بحلاوه اللسان والتصرف الزوين تقدر تكتبهم. يكون خير اخويا امير. عرفتي فاش اول مره شفتك قلت غادي تكون زهواني. غير شويه الكذوب على الله حرام. ما كاينش شي راجل ما كيعجبوش الصو من غير الناس الملتزمين غير هو. انا داير قاعده ماشي عليها في حياتي. ما كنقربش لعائلات الرجاله والبنات المحترمات. ومرتك فارضه احترامها وما تخافش عليا. ربي يخليك اخويا امير. هادي صدفه زوينه نيت نطوروا علاقتنا. علاش لا نطوروها نمشيو بادقاء. دازت امسيه الحمد لله على خير وبخير. دازوا الايام وكيف العاده عادي. رقيه مع الخدمه ديالها غدا مزيان الحمد لله مفتخره براسها قويه. اما نسرين تحرير تحريره خرجت بالطلبات للخارج وبدات كتعاون البنات وتفرق معاهم الطلبات وتيبان لها امير داخل ومعاه شخص اخر تقبض عليها قلبها وحتى التوتر. يا ربي واش هذا تابعني فيما مشيت. يا ربي فرج عليا نخاف ثاني يسبني يصبني بحال البارح. حضرات راسها مشات تشوف الطلبيه تسمعات وتغوت عليها. المربرد لها في الركابي وقفت عليه مزنقه ويمسيه. جيبي لي عصير الليمون يكون بارد وياك ديري فيه الملحه ثاني. لا غلطه مسيو ما نبقاش نعاود. سيري شوفي شغلك وجيبي لي العصير الى في المكتب ديالي. حضرات راسها مشات بقات يخنزر فيها بدقه وطلع المكتب وشعل البيسي ديالو بقى كيشوف الخدمه حتى دخلت عنده كتقفقف. جات بغات تحط له العصير ويتعكل ما يطيح العصير غير على حوايجو كله سرد. هو يجعل عليها بدا كيغوت وكيسف فيها. واش عميل دير امك ولا مالك مكلخه مالك تحجمك تعرفي ديريها. اسمح لي مسيو اسمح ما قصدتش ولا ما عرفتش. كيفاش ما عرفتيش مالك عوره تفو على نهار كيفاش داير. بغيت نعرف شمن المؤهلات عندك. لا طياب زين لا حداقه لا جاي تخدمي. عندك الحق انا مني جيت انا ما عندي زهر. من الاحسن تخرج من الخدمه مسيو اعتبرني مطروده. انا كنعتذر منك عافاك مره اخرى. تما تخرج مديومه توقفه بكلامه الصارم في غاده غير جي وخرج. كيفاش امسيه انا ما كنقطعش الارزاق. غادي نعطيك فرصه تغيري وتخدمي على راسك مزيان وبلا ما تقفقفي. انا ماشي غول يعني ما غاديش تطردني. لا ولكن غادي تعاقبي باش المره الجايه تردي بالك. واخا المهم ماشي مشكل عندي. المهم ما نتطرش حيت محتاجه الخدمه. نواعدك امسيه نرد بالي. غادي نعطيك فرصه لكن اي غلط غادي ديري غادي نعاقبك عليه. فهمتيني تبعيني فين. ما كنبغيش انا كثرت الاسئله. تبعيني وسكتي. سبقها كيتمشى بغرور تبعاتو مع فاد راسها فين غادي بيها. بقات تابعه حتى طلعت مع احد الغرف اللي كانت شقه كبيره وليست بغرفه. هاد الغرفه بغيتك تقديها وتخليها كتشعل هذا وعيقك. بقات كتشوف الغرفه اللي تقريبا في فوضويه مهمله. طلعت على السرقه من الاول خرجت عينيها ويبان ليها شي كيلوط على شكل سترينغ محطوط تما. خمسيو اللي قلتيها غادي نديرها غادي نشوف خدمتك
ما تنسيش ديري لي شي طبق الغدار الثلاجه ونطبخ عندك. واش انا خدامه في الطول ولا عندك؟ بحال بحال انتي مالك؟ هذا اذا بغيتي تخدمي وتكملي معانا. امون مصايب، يلا ثلاثه نكون هنا نشوف كاش درتي. سد عليها الباب وخرج، خلاك تدور في عينها مصدومه. شحال حس براسو حكا لي جاي يحقر. تو انا مصبحت بين لا مشك حلا ما فيهاش. مشات كتجمع حوايجها، الحوايج عفوا اللي كانوا مشتين في الارض المسخين، دارتهم في الغساله وشي لاخر، بدات كطوي فيهم وكطلع مع ريحه زوينه. يا اختي على الاثرياء وعلى ريحه فيهم شكال. واش تقولوا جاو من عالم تاني؟ ريحه اخوتي كتحمق. طوات الحوايج جاتهم في البلاكار، قادات له فراشو ودخلت للدوش نقاتو، هزات الماء وكاع اللوازم التنظيف ضرباتها له بالسيقه حتى خلات الغرفه كتشعل. من بعد دخلت المطبخ وبدات كتشوف اش دير له الغدا. اما هو دخل المكتب وطلب رقي اللي جات عنده. سلام امير، لاباس عليك؟ بخير. قلتي بغيتك فشي خدمه؟ خبر الخير. خويا داير عيد ميلاد وبغاك تكلفي انتي بالماكله، ورا هاد عيد الميلاد ما عندوش علاقه بخدمه اوتيل، هادي عندها خلاص بوحدو، وغادي يكون ليك من حقك تطلبي الثمن اللي بغيتي. هي مهم راه خيرك سابق، خيرك سابق يا سي امير. انت خدمه رقيه، ما كناكلوش حنا حرق الكتاف. وجدي خدمتك ودي معاك لي غادي يعاونك ويكون غير خاطرك ان شاء الله. ربي يخليك سي امير، كل ما كنتيش انت كون راه باقيك يحطوا ليا في لوطيل. خدمتك اللي خلاتني نقلب عليك، تقدري تقولي مصلحتي فيك وانتي مصلحتك فيا. هادي الخدمه، ما كنقدرش شي حاجه في سبيل الله. عرقي ونشفي ونتهلا فيك، ما خدمتيش وغشيتي راسك، ما عندي ما ندير بيك. عندك الحق سيدي، والله ينجينا من الغش ومن فلوس الحرام. شكرا سي امير، غادي نكون في المستوى وغادي ندي معايا نسين وشي طاهيه واحده اخرى. يا خوفي ديلنا الملحه وتملحها لنا. لا ما تخافش سيدي، شي حد كان عينو فيها راه دويت معاهم وقصحت معاهم الهضره، غادي يعطيوها تيسع. واخا غادي نشوف السبت الجاي شدي راسك ان شاء الله سيدي. عن اذنك خليتك الراحه. بعد ساعات طلع امين جانح ديالو ودخل لقى غرفته نقيه وكتشعل، هز عينو في الغرفه وعجبو الحال بزاف. بقى تيقلب عليها حتى شم ريحه الطياب، قادوه نيوف حتى لديك الطباخه المركزه مع الطياب وناسيه العالم. شاد الاكولات، يا ترى مالحين ولا عاديين؟ ها دوق امسيو واعطيني رايك. قرب من الاطباق وبدا كيدوق وبدا كيتبنن. شاد البنه زوين، الحمد لله مني ماشي مالحين امسيو عجبوك. بدا كيدوق من كل طبق لدرجه عجبو كاع الاطباق ديال الاكل بزاف وخلا يتبسم. مزيان شتي دابا عجبتيني، بقيتي كتخدمي بحال هكا غنكون زوين نتهلا فيك. ما عرفتش شنو طرا ليا امسيو، نوعدك والله تنحل مخي بزاف وما نبقاش نغلط ان شاء الله. يلاه هبطي كملي شغالك. تمشات قدامه وهو كيشوف فيها بالتركيز، خصوصا في المؤخره البارزه خلات منظرها صراحه كيشهي. بقى كيشوف فيها تم تمشات وتحضر الاطباق تيدوق وتتبنن في الماكله اللي رقيه دارت بصمتها في يد نسرين. اما في الشركه عند رشيد جالس في شركته، تدخلت سميره عنده بملامح غاضبه وقلب حاقد. سلام اش بغيتي؟ قلت المحاسب يعطيك مستحقاتك، قلبي على رزقك في قمت اخر. يا كراشيد نسيتي كاع لي بناتنا؟ صافي خديتيني الحم ورميتيني عدم. اش كان بيناتنا؟ نزوه وجين صدوران، ما كان بيناتنا والو. يا سميره انت فاش تزوجتي بيا كنتي عارفاني مزوجه بولادي، يعني قد ما عشت معاك غادي نخليك غير انت اللي تكلختي فيها. ياك دابا صافي شبعتي؟ انت اللي جنيتي لراسك كلشي الا رقيه. اذا كتظني انك غادي تشديني بالسحر راك غالطه، دابا كاع داكشي اللي بيناتنا سالو، دابا خرجي برا عافاك. اذا قلت لك انا حامله؟ شنو هي؟ واش انا قلت لك شي حاجه؟ ما هياش انا حامله بولدك، اذا ما بغيتيش تعترف به سير شوفي شكون باه. اما انا عندي جوج بنات فقط، ما باغيش تعترف بولدك زعما ما صدقتيش راجل ياك. بقيتي كتقلبي على الحبس بتهمه الناصب والاحتيال. سميره قال نسيتي راسك كتظني اني ممكن نستاهل في هذا الشيء؟ اش من نصب، انا راه حامله منك. كيفاش حامله وانا كنت داير الازيل طبي؟ نسيتي ونزيدك كنت ناكل حتى الادويه ضد انجاب. شفتي يا سميره خطك فاشله، سيري شوفي مع من حامله. شافت فيه بوجه مستقطر من الدم، كتاكل فانيد باش ما تولدش معايا صرا هاد الدرجه، واخدني باش دوز بيا الوقت. انت اللي قلبتي عليا ماشي انا اللي قلبت عليك. واش عمرك عجبتيني؟ وعمرني كنت اصلا كنتفكر نتصاحب معاك ولا نجيب ضره على مرتي. ما عرفتش شنو طرا ليا، المهم بنت الناس الكلام
مع المحامي ديالي وانا قابل بكاع شروطك ودابا برا. خرجتي انا خارجه لكن غادي تندم اكثر من هاد الندامه اللي انا فيها. خرجي ليا عافاك. هزت ساكه وخرجت كتسرحت من الاعصاب ومن الشمت اللي شمتها. الناس غادي تعشى بيه لكن تغدى بيها تبقى هوايه. مطور هاد راشد ولد الحرام. في فيلة امير تقام عيد الميلاد كبير الخوف مناسبه وصوله الى 25 سنه. وقفه رقيه على البنات اللي كيسربي وكتوريهم شنو يحطوا في الحلاوي. يلا البنات خرجوا منظمات ما نبغي حتى شي غلط. تفرقوا الحلاوي على المعازيم. انت يعني سير نحط هاد البلاطوات في البوفي باش اللي بغى يزيد شي شكل يزيد. انت مريم بدات تفرقي العصائر على الحضور. انت مع محفصه صافي البنات نعول عليكم. بداو كيخرجوا وحده وحده وهي كتشوف فيهم بالتركيز حتى خرجوا مشات تطل العشاء اللي دارت على شكل داك بيبي محمر وبعد اطباق تقريبا العصريه. داكشي تبارك الله كان غزال. اما في الخارج واقف امير مع شي اصحاب ديالو هز كاس العصير كيدوز. سبنت لونيسين خارج رفقه البنات كتفرق الحلاوي. كانت متغيره شويه لابسه طقم عباره على جب قصير في الكحل قميجه بيضه جمع شعرها على شكل داير الحصان ومقدمة مكياج كتبان في الشكل مسرار بزاف وكتدخل الخاطر. واش اخويا راه كندوي معاك في التساهي؟ كنسمعك يكمل. عيط عليها بيديه توقفت عليها هزا بلاطو فيه بزاف الاشكال ديال الحلاوي. تفضل سي امير. اما معاد قال ليها زوين هاد الحلوه شكرا الزوينه بصحتك. سيري شوفي شغلك سيري. خنزرات فيه ومشات هو تابعها بعينيه وخوك يشوف فيه. واش كاين شي حد يتعامل الزوينات بهاد الطريقه؟ دخل سوق راسك وديها في حفلتك وبعد منها. كتعجبك؟ عقت بك والله عقت بك. زوينه وجهها بريء وكانت قدي من فلتاش. وقابل صحابك وخلي ليله تمشي على خير فهمتي. وانت مش شغلك في هادشي. تجا امل بوفي تاخد شي حلويات وعين عليها اللي كتفرق الحلويه على المعازيم حتى وقفات مو عليه. اه باغا ندوي معاك. نعم المهمه تبعني. انت غادي تاكل البنت؟ عيط على اختك وتباني المكتب. اخبار الخير غادي تعرف. سبقات وبقات يقلب على اختو اللي كانت واقفه رفقه رجلها حتى لقاها ودخل هو واختو المكتب. ما عرفتش مهم اصلا لاش باغاهم. خبال الخير المهم شفتك ما هياش غير تالفه ومخك مشطون. خبال الخير اش كاينه امي شوشينا؟ كل خير. ديجا قلت لكم ان رقية وجهها معروف عندي. في الاول قلتي خلقوا من الشبه ارباعي لكن قلبي مستحيل يكذب عليا. مستحيل ما نعرفهاش رقية من دمنا والحمنا ولادي. اش كتقولي امي كيفاش من دمنا والحمنا؟ اش كتخربقي؟ انا ما كنخربقش. رقية بنت اختي الله يرحمها. فاش شفتها اول مره قلت اختي خرجوها من القبر وصغروها وحطوها حدايا مثل ملامح بس البراءة. لكن منو شوف مني وصلنا لهنا ما فهمت والو. مش كتخربقي ياك اختك ماتت كيفاش رقية بنتها؟ اختي الله يرحمها بغات واحد ماشي من طبقتنا. واحد كان غير شي فرع عندنا فاش بابا ساق الخبار جرى عليه حيت حسو طمع فيها. لكن هي ما تصنطاتش وقالت منو الخلاق رغم رفض بابا وماما الا انها اصرات عليه. وقفها وصد عليها باش تنساه لكن هي هربت معاه وتوجعت بيه. والاب ديالي مرض متوقعش غادي ديرها. صافي سخط عليها وحرمها من الورد وبعدها ما عرفنا لها والو حتى اللي خبرونا انها دارت اكسيدو مع راجلها وماتوا. مسكين خالتي تبعت الحب تصيفطها للمقبره. ايوا بعد موتها كيفاش وقع الرقية؟ قلبنا عليها ما لقيناهاش. هزا واحد عمها بقى حقد على الاب ديالي حيت رفضناه وداكشي علاش خداها وغبرها ما خلينا فين قلبي عينها ما لقيناهاش. ايوا حتى مات وما تسروا معاه. هادشي بحال شي فيلم. واش متاكده امي من هادشي اللي كتقولي؟ متاكده. دير حسابك اذا كانت بنت خالتك نعطيوها الورد ديال امها. الاب ديالي وصاني عليها قبل ما يموت واخا نتاكدوا انها هي وديك الساعه نعطيوها حقها. احنا ما كناكلوش رزق الناس. ان شاء الله تتكمل الحفله وندوي معاها. اما ياسين كان جالس مع باه في المكتب الخاص مقابل معاه تيخنزر فيه واحد راسو. شفت لطيل مازال ما شفت شي تطور كبير. واش كتنصب عليا ولا شنو؟ اش كتقول الحاج؟ اكيد لا ما عارفنيش ما مربينيش على يدك ولا شنو؟ عارفك لكن ديك الجنيه اللي جبتي لينا ما عارفينهاش. ما عارفش فين كان مخك فاش تزوجتي بها. واش هادي كيتزوج بها الناس ولدي؟ هذيك تصاحب معاها ناس معاها لكن باش دير معاها الولاد وتجمعك معها علاقه لا هذيك ماشي ديال الزواج. شوف صاحبك رشيد المراه اللي واخد كيف دايره تبارك الله عليها ما عينتها. ها شوف كيف وقفت على رجليه ومازال تعاون فيه. هذيك هي اللي تخلي راجل فخور. اما المراه ديالك
واش انت فخور بيها وهي بحال حيوان باغا تاكل وتشرب وتلبس وتخرج مع عندها هدف؟ اجي شفتها ما جابت لي ولاد لا بنت. ما عرفتش الوالد علاش مازال ما حملاش، كاين خيرها في غيرها، ربي سهل. هي لا قلبتي لشي مرات تنفعك فهمتي، وما تبقاش بحال هكا. قربوا لها لا تكون كتنصب عليك. هادشي اللي عطيتيني راه ناقص الارقام في شكل، ما يمكنش كيربحوا هاد الارباح يوميا، اكيد كاين. واخا واخا غادي نقلب على هادشي الوالد ونشوف هادشي كاين واش كاين، واذا طلعت كتنصب يا ويلها مني. انا غادي نشوف واش غادي تطلع راجل باك ولا غادي تخلي مرة تضحك عليك. اذا درتي عقلك لوطيل غادي نخليه لك، لكن اذا بينتي لي العكس غادي تبقى حياتك كلها موظف عندي خدم مخك. كنت تعرفه ولدي؟ واخا الوالد انا غادي نبين لك اني ولدك ونحمر وجهك. يلا نخليك نمشي نشوف لوطيل ونشوف سير الخدمه. يلا ويدي ربي يعاونك. خرج مغوب الشوم قلق من صرامة باه، لكن باه بغاه يطلع راجل، خاف يجي شي حد وينصب عليه. وماريا تخليه يضحك، بقات يشوف فيه حتى خرج وهز التليفون ودوا مع الشخص اللي مكلفو يراقب ماريا. اولدي لاباس؟ اسمعنيش غادي نقول لك، وهادشي بقى بيناتنا. واخا سي الحاجه الاولى. ايه وصدقات هاد ماريا بصح كتنصب عليه، هو ما خلالهاش انها تبقى خدامه معاه وداك الدوسيات كاملين اللي بقاو ليها. مخرجه عينها مصدومه من القرار المفاجئ اللي تلقات، وسميره مصدومه اكثر منها. ويلي صاحبتي شفت راجلك بدا يتحلو عيني، كيفاش واش شي حد دوا معاه اللي يكون باه؟ ما عرفتش باه ما حملنيش ديما كيعمروا عليا، لكن كنعرف نسكتو. دابا مشكله عمرو طلب مني يراجع الحسابات، ما عرفتش شنو طرا ليه. عندك مناش تخافي، راجلك راه ضبح. سيري رشي المحاسب يزور لك الحسابات راه ساهله. هادشي اللي غادي ندير، يلا نمشي نشوف خدمتي نشوفك من بعد. داكو انا ندخل لتحت من بعد نشوفك صافي. اما في مكان اخر، خرجت فدوغه من الخدمه مع 3:30 وخرجت وهي بالها ياسين واقف بسيارته ولا الشارع، تبسمات ومشات في الخوطه عنده. ياسين شكدير هنا؟ كيفاش عرفتيني فين خدامه؟ خوك عطاني العنوان. وهاتك شي حاجه ضروري حيت انت خبيره في الحسابات على ما قال لي خوك. اه راه غير الزهر اللي ما كاين. واخا نمشي بشي كافي. ركبت معاه في سيارته وانطلقوا الى اقرب كافي، جلسوا خداو طلبياتهم ومد لهم شي وراق. في الحقيقه بغيت منك خدمه انا واحد في هادشي، وعارف كتفهم في الحسابات، نعاونك نشوف. خدات منه الوراق وبقات كتدقق فيهم بالتركيز وكتقارنهم بين ديال هاد الشهر الاشهر اللي فاتوا. عرفتي خليهم ليا الليله نسهر عليهم وغدر عليك، لكن هادشي ديال حسابات لوطيل والشك في شي حاجه. اه الشك، نتمنى الشك يكون ماشي في محله. مريم المسؤوله على الاداره، كنت واثق فيها، لكن داكشي اللي طرا ليك داك النهار ولا خلاني، حيت انسان اللي كيقرر يأذي انسان اخر تيكون قلبه ما فيه لا رحمه، يقدر يأذي اي حاجه. انت من داك النهار وانا كنفكر عرفتي بعد نوبات كنقول سري حيت انا اللي درتها. صاحبتي واتفقت معها على مرات خويا، مرات خويا اللي ما كنحملهاش وبغيت تطلق من خويا حيت كنغير منها. هز عينو فيها مصدوم، كتغيري منها وعلاش؟ زعما انت مثقفه قاريه زوينه، شنو غادي يخليك تغيري منها؟ تقدري تكوني احسن منها اذا زدتي قريتي وكان عندك طموح، على الاقل انت احسن مني ومن ماريا، حنا ما قريناش بحالك. واخا بعد النوبات كندم كنقول كون قريت كون عندي بوست زوين كون ما فهمتيني. حط يدو على يدها وشاف فيها شوفه عميقه. عرفتي واخا تزوجت ماريا لكن مازال قلبي كيدق لك. عقلتي نهار رفضتيني، مازال كنت كنتمنى تكوني ليا، تكوني مرتي، على الاقل ما كنتش غادي نكون فاشل. ما كانش بالنفع نقبلك في ديك الساعه ياسين، انت كنتي تحت جناح باك وما حققتي والو، وانا كنت باغا راجل بمواصفات يكون ناجح. يا ترى لقيتيه؟ مازال ما لقيت داكشي اللي بغيت، لكن ما فقدش الامل. المهم هادشي غادي نراجع وغادي نقول لك شنو كاين. يلا نوصلك. واخا هزت ساكا وتبعته لسيارته وركبت معاه وشافت فيه. بليز وصلني الفيلا ديال خويا. علاش لا؟ مشات عندها صراحة باغا تعاود صراحة تبني واحد الحياة واحدة اخرى، وباغا تصالح معاها، مبقتش باغا تهز معاها السكاير. اما في لوطيل كيدور كيدور في لوطيل مغوبش، والملامح جيت حادة باينة فيه ما هوش. هادشي بسبب نسري ليومين ما جات الخدمة، دخل عند رقية المطبخ يدوي معاها. رقية واش نسي ما جاتش تاني؟ هانتا كتشوف ما جاتش، ما عرفتش مالها، حتى التالي ما كتجاوبش، خفت تكون وقع لي شي حاجة. عندك العنوان؟ اه عندي انا، رسولك في ميساج باش تمشي. ديريكس عند راسك في الطاجره 4 غرفه 40. واخا رسليها نمشي نشوفها.
خرج من عندها بخطوات سريعه ومخو شارد مع نيسين. ركب سيارته وانطلق الى العنوان اللي صيفطت ليه رقيه في ميساج. بعد دقائق وصل الى العنوان، هبط من السياره وطلع الى الشقه اللي كاينه في الطاش الثالث. ما وصل الطاش الثالث حتى سخف بسبب الدروج اللي كانوا كتار. بقى تيقلب على الرقم الشقه ولا كيدقق، لكن لا مجيب. بقى تيدق بجهاله حتى اتاه صوت بعيد من الداخل، ما عرفش شنو قالت. ورجع يدق حتى سمع خطوات بطيئه قربت من الباب ويتحل الباب. خرجت نيسين بوجه متعوب، ملامح متعبه باين عليها مريضه. نعم، ما شعرتش حتى سخفات في حضنه. بقات يقلب فيها، لقى وجهها محموم وباين عليها المرض. زاني شال لوبيتال. غير شويه بدات كتحل عويناتها، ما يبان ليها غير امير كيدوي مع الدكتوره وتخلات ورجعت الزينته ديال ذكرياتها. فاش حلات ليه الباب وسخفات. على سلامتك نيسين، شويه دابا فين انا؟ واش كديري انا سي امير؟ انت في السبيطار. يلا كشفت عليك الدكتوره، انا نمشي ناخذ لك الدواء، غير ارتاحي شويه بلا ما تدوي بزاف. انا نمشي نجيب لك الدواء، راه الصيدليه ليا غير تحت. خلاها كدور عينيها مسكينه ما فاهمه والو. وقف معاها صراحه وعاونها في هاد المرضى، الوقفه اللي ما عمرها غادي تنساها ليه. ولوجيست زوين بزاف داروا معاها. حتى رقية من ساخت الخبر طبعا مشات عندها صاحبتها المسكينه اللي ما عندها حتى شي واحد، مشات تطلع ليها. اما رقية واقفه حاليا قدام رشيد اللي العلاقه ديالهم بدات كترجع كيما كانت، كتسد ليه سطايف قميشو كدوي بكل رقه وحنان. هي ما غاديش تصالح مع اختك حبيبه، بنت ليا بدات كتغير. هذيك راه ما كتغيرش، الشيطان لعب لها في مخها. واش كاين شي مره باغا تهدم الخوات تاعته؟ ايوا هي معذوره، كلشي مستميره. كون راه دارت شي طلاميس راه جات عندي وطلبت السماحه. ما نكتبش عليك سمحت لها، وما كنبغيش نحقد وقلبي يكون اسود. حنا طول عمرنا كنا عيله، واخا كنا كنتخاصموا كنا نتصالحوا، حتى النهار تسلطات علينا داك الشيطه اللي جبتي لينا اللي دخلت بيناتنا. شفتي علاش كنت عزيزه؟ عرفتي علاش؟ هاد السبب الحب ديالك ليالتي. اما دابا كانت طالي غير شي بوسه مني. قالك بوسه، خليني نهبط نشوف الاشاره، خلي الضحى في المطبخ الله يحفظ لا يتحرق العشاء. واخا يا حبيبه واخا. اما ديالتي اللي داير اكثر من جهد وتطيح تيطيح ماريا في شر اعمالها لدرجه تغير بعض الموظفين لوطيل بلا ما تاخذ هي البال ويسهل عليه يتخلص منها. واقفه على احد العاملين عنده مختصين في الكاميرات تراقب تحركاتها. هانت السياسيين التحركات ديالها في اليومين، ممكن تسمع صوت وصوره. اهرم سجل هادشي، اذا بغيتي نصيفطو لك زعما في الايميل نصيفطو لك. اها يكون حسن نصيفطو ليا نيت، عندي شي شغل مع المحاسب. اتجه عند المحاسب، يلا بغى يفتح الباب وهي سمع صوت سميرة. عنده استغراب في الاول من وجودها في مكتب الكونطابل، بقى واقف تسمع حوارهم. اسمعني مزيان، خدمتك باش دير لينا اللي بغينا، انا ومريم متفقين معاك نتهلاو فيك، فدير داكشي اللي بغينا وغادي تشوف كيف غادي في ظل اشهر قليله غادي دخلنا العاقة. لكن مادام راه يقدر يعيق بينا، راه بزاف هادشي من تحل لوطيل وحنا كنلعبو بالوراق راه يقدر يعيق. حتى هاد الكامبو غادي يعيق. شوف غادي شي شك، وباش نخليهم يشك زور الوراق سهله. انا غادي نشوف كيفاش غادي ندير، لكن التزوير خصو يكون بالعقل. ضروري هاد الشهر يكونوا ارباح زينين باش نبينوا ليه ان الاوتيل غادي مزيان. بقى واقف كيسمع لهم كيحس براسو مشوك، ما قدرش يتصور انهم طول هاد المده كانوا ناصبين عليه. اتجه المكتب وتيجري، جلس وحل بيسي وكله كيغلب الاعصاب. لقى ان السكرتير صيفط لي فيديوهات اللي بغا حتى كيحل ويفهم ويشوف ويسمع حوارات سميره وماليا اللي كانوا كيتفقوا عليه وعلى لوطيل وكينسبوا كيف بغا. قلبو ضرو بزاف، شد قلبو جاتو البكيه. كتخونيني يا بنت الكلبه، اذا ما ربي دير مكم ما تسماش انا. هز لاباراي واتصل بالبوليس. قطع معاهم وبقى جالس مع الصب، ما قدرش يتوقع ان طول هاد الفتره كينسبوا عليه واستغلوه. لكن هو اللي تكلخ، هو اللي تاقم ماريا وخلى لها كل شيء بين يدها. كان يقول لمرتو زعما انا ما غاديش تخونو، ساعه خانتو هي وصاحبتها وبغاو يخليوه تحقق ذنبه باش يطردو ويرجع للفشل، ولكن ما غاديش يخليوه يديرو فيه ما بغا. ناد من بلاصتو مشى النافذه كيطل حتى بانت له الشرطه داخلين ويتبسم. واخيرا مرحبا، الف مرحبا. مشى جلس دخل السكرتيره عنده قبل كتدوي، قبل ما تدوي كان قاطعها. قولي لهم يدخلوا. جاو وقال لهم كل شيء وراهم كل شيء. بدا كيقلب الواقع كيترعد، خرج لهم الكمبيوتر ومدهم لهم. تفضلوا معايا بلا هو الشوشاشه. فين غادي نمشيو ياسين؟ دوي معاهم، انا مرام ولا هادشي. كنتي يا ماريا قبل ما تغدريني انتي بسميره،
دابا الحقيقه تعرات وغادي نحرص على ديركم تدفعوا اقصى العقوبات. سميره شافت فيه كل هالصفره ما متيقاش انها حصلت قبل ما توصل لها، ما توصل زعما داكشي اللي باغاه. زات عينيها في ماريا اللي هي ليست اقل منها صدمه وانكسار. حضروا عينيهم وخرجوا رفقه الشرطه بحال مجرمين وكل شيء كيشوف فيهم. بس ما كانت المحقق قول لي اش كاين، اكيد غادي نستدعيك للشهاده السياسين. يلا عن اذنكم. بقى كيشوف فيهم من بعيد واول مره كيحس بانه تهنى من النحس اللي ملازمه طول هاد الايام. واخيرا تهنيت صراحه الحمد لله. ايوا رقيه من بعد ما تصفات كيف كنقولوا القلوب وعرفات بانها عندها خالتها وعرفات بان اميره هو ولد خالتها، والحمد لله طلعوا عائله وحده. اليوم هي دايره عراضه في دارها وعارضه عليهم كاملين. وبهذه المناسبه لبست قفطان جوهره في الاحمر بحزامه، قدت الحاله وهبطت جلست مع ضيوفها اللي جاوا بكري. رحبت بهم وحطتهم ألد واحسن مكان. حتى نسرين جات متسمه ولابسه قميص في الكحل مطرز طلقه شعرها وجايه هزه الصينيه. جلسوا كيفطروا الحاجه عينيها غير على نسرين اللي كانت مملحه ومسراره وغير كضحك. مزوجه ولا مخطوبه داويين فيك؟ لا 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 ما داوي فيها حتى شي واحد. يلا صاحب راجلي كيلمح انه باغيها لكن مقبيحه شويه، خفنا نعطيوها ليه ويتكرفس لينا عليها خصوصا يا درويشة. لا اذا كانت مقبيحه غير هربي. الله يعطيك عجوزه حنينه ودرويشه على حنا داخلين على الزواج ولا على حرب. الله يلا ربي صوب صافي. امي ما كتاكل وكتشوف فيها صافي. جلسي معنا خالتي تيبان شعري سولفناك انت ظريفه بزاف. هانت سمعتي بنتي ولفات كرا ما كتولفش اي واحد. ربي يخلي قليلي يا الحبيبه. سمعوا الصونيت نات رقيه حلقه عجوزه بخالتها تحضرت تسلم عليهم بموده. اهلا وسهلا دخلوا مرحبا بكم. شكرا دخلوا داخل الصالون اللي فيه بقيه العائله. سلموا جلسات رقيه كتعرفوا من عائلتها. هذه هي خالتي الحاجه، الحاجه لطيفه، وهذه بنت خالتي منال. تشرفت بك الحاجه، عاود لي ولدي كيفاش تعرفتوا على بنتكم؟ زعما الدنيا صغيره وصافي. ايوا الحمد لله غير مني شفناها والمياه رجعت لمجاريها. الحمد لله على كل شيء. فدواك وشي لاباس؟ كوب لك كاس داتاي. اه كوبي مازال ما فطرت. سمعتي اخي الاخبار ولا خويا مازال ما عاود لك؟ الله يسمعنا اخبار الخير. سميره وماريا تشدوا في الحبس تهمه تناسب التصوير. ويلي ناري اختي على مصيبه، ومالهم على حالتهم؟ واش خصهم الفلوس؟ ياك بجوج بيهم ربي مسك عليهم. هي والطمع ما سولتيني شكون اللي دخلهم الحبس. شكون؟ ياسين، حيت كانوا متفقين عليه بجوجات. ايوا شتي بقاو كينبهوا في داك لوطيل ديالو حتى حصلوا. راه تيقولوا الملحق تحصل الواحد. يا ربي السلامه ماريا بقات تابعه سميره تخرجت على راسها. الله يسرنا وصافي اجدها لهذا الشيء. ايوا الطمع تاعنا اختي رقيه تخرج ما كتعرفيش فين كيخرجوا في هذا الشيء. كيوحلوا راسهم في شي حوايج بعاد عليهم وما ناقصهم خير. خصوصا سميره تغات بزاف قلبها كحل وكنظن ماشي هذه نهايتها. مازال جايها غضب الله وانتقام. واذا ما تابتش يعني هي في شكل فيها الشر بزاف. مع الشيطان كانت بنت الشيطان. فدوت فكرات داكشي اللي دارت لها وتنهدات. ايوا دابا تخلص شفت الشر تاعيت لكن بحالها والله ما شفتي. ربي بعدا كيف كيقولوا الله يبعد شرنا من شر الواحد. دازوا الايام واليوم سي امير قرر يجي يخطب نسرين. اليوم هو نهارها. جالسه تحت مكياج وقلبها غادي يوقف. شفتي شنو قلت لك؟ ها هو جبته حتى لعندك باش تعرفيني علاش قاده. انتي براشيت خاطر بقي حتى جبتو. ربي يخليكم ليا. عرفتي فرحانه وما تصوريش شحال. دابا انا غادي نتزوج بمولشي. ومالك اختي تستاهلي. ومالك الحبيبه ما تزوجيش ما تفرحيش براشك. هو اللي خصو يفرح كان غادي يتصطب كون زوجتي بشي واحد اخر بداك الياس. مازال ما زعم ولا حتى دوا غير رشيد طالقها على السي امير ديالك. شدتني سنين كرشه بدات كتضحك. ناري خاطرتي ويا تلاقيت ودرتوها به. اذا تق الخبر ما يحملش راسو. سكتي سمعيني يا سنين دابا انتي اختي وطالما اختي غادي ننصحك كاخت. فهمتي؟ شوفي ما بغيتكش تحي في الاخطاء اللي تحت فيها انا ما تحيش فيها نهائيا. قولي اختي رقيه محتاجه نصائح. راكي عارفاني غشيمه في الحياه وما عندي حتى شي واحد من غيرك انتي. كلنا كنا غشيمات لكن الحياه كتعلمنا اللي ما يتعلم. سمعيني مزيان وحلي ودنيك. اول نصيحه نعطيك تهلاي في خدمتك، طوري مهارتك، شدي بلاصتك حيت انا ما غاديش نبقى معاكم. ويلا رقيه فين هذا؟ واش غادي تجلسي؟ اكيد لا، لكن بغيت ندير مشروعي. كنفكر ندير مطعم لكن بعد ما نفورميك مزيان بغيت نخليك خليفه
وتشدي البلاصة وحارفة أنك تقدري على هاد المهنة. ربي يعاونك، أنا غادي ندير كتر ما بجهدي، لكن إذا أمير بغاني نجلس. إياك تجلسي، الخدمة زينة للمرأة، الراجل ما مضمونش حبيبة، باش حتى إذا ما بقيتيش مفاهمة معاه صنعتك قرايتك في جيبك، لكن إذا ما عندك لا قراية لا صنعة غادي تمشي للصنقة وغادي تضيعي. هاد الوصية كانت قالتها لي أمي الله يرحمها ودرت بيها، وهي اللي نفعتني فاش الراجل تزوج عليا. تصوري كون كنت ما عنديش صنعة ومعولة على الراجل، شنو كان غادي يطرالي؟ وأنا ما عندي لا عائلة لا فلوس لا صنعة، كنت غادي نبقى حياتي كلها مدلولة وصابرة على الدل. لكن الحمد لله بخدمتي طورت راسي وشوفي فين وصلت. نصيحة لي، تمسكي بخدمتك هي اللي دايما لك قدام الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى الخدمة راها مزيانة، إذا ما صدقش الراجل الفلوس خاصها تكون. شكرا بزاف الحبيبة ديالي، غادي ندير بيها. نصيحة تانية، وياك تهملي دارك ولادك وتقولي حقا نضحي مع الراجل. الرجال ماشي ديما كيبغيو المرأة اللي كتضحي معاهم، كيبغيو حتى المرأة اللي كتفهمهم وتأدي دور حتى الحبيبة والعشيقة. إياك تهملي أنوثتك، خليها في مقامك الأول. الرجال مني كتضحي ما كيعقلوش عليك. النصيحة الثالثة، ما تنسيش راسك، تبقاي تجمعي الفلوس وتركزي غير في خدمتك وتنسي راسك، غادي تولي معرضة للاكتئاب. إياك تهملي حياتك ولا تضحي في سبيل أي شخص وتنسي راسك، ديما نفسك ثم نفسك في المقدمة. إذا طبقتي هاد النصائح غادي تنجحي. شكرا أختي رقية، غادي نحاول ندير. ربي يخليك لي، ما عرفت كيفاش نرد لك خيرك. تخدمي وتخليني نهول عليك، بغيتك تكوني مرة وما تبقايش خوافة. إيه إن شاء الله، ربي يخليك الحبيبة ديالي وطول لي في عمرك يا ربي. دخلوا البنات عندها لابسين قفيتنات، أمي ما لابساها في الحمر ودوحة في الصفر ودايرين مشيطات أنيقات. ماما بابا تيقول لك هبطي الضيوف وصلوا، انا هابطه سبقوني. هبطت لتحت القاعة، عائلة امير جات بتبسمات مشات تسلم عليهم. كانت لابسه قفطان في البيج بارد مزوق ومخيط في الصفر مع مدمر رقيقه مذهبه، جمعت شعرها على شكل شفنجه وخلت الغره باينه. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، شرفتونا. الله يشرفك يا بنتي، جلسي مالك واقفه، ارتاحي راك حامله. وكان هي فيها والو اللي فيها مهنيها عليها، جبت لها الخدامه باش يلا زعما ترتاح. واخا تجيب لها حجره، مرتك حركيه بزاف ولفت الحركه. دازت الخطوبه بخير وعلى خير، والعرس نتفقوا على اي حاجه، وضروري ما كتجي ديك النظره الشرعيه. نسرين نخرجوا برا ندويو. سيري معاها نسرين، اذا كنتي ما باغاش شي حاجه في الاول هالعرس قوليها فرحي براسك. هزات خفطانها وتبعت ولقات وقعت واحد الجليزه في الحديقه، جلست حدا متسمه. فاش بغيتينا ندويو؟ هز زينو فيها وتبسم وخطف لها يدها. نيوم غادي نكتب عليك. ماشي ضربتي عليا من نهار شفتك وانا على اعصابي، زعما ما لاحظتيش هادشي؟ لكن علاش كنتي شاد معايا الضد؟ حيت كنتي كتعجبيني، هادي اولا. ثانيا بغيت نعرف واش صباره ولا لا. ثالثا بغيت نشوف واش غادي تبغي تقربي مني ولا انتي بنت الاصل. واش لقيتي؟ لقيت انك عجباني، واذا ما تزوجتش بيك غادي ندم. دابا اش قلتي نديرو لاكت؟ ملي بغيتي نديرو نديرو. هذا هو الكلام الزين ديالي. يلا انا غادي نمشي نجيب العدول باش نركبو الخواتم. ومشي ضربتي عليا، بغيتك تكوني ديالي. يلا دخلي علمي وقولي لذاك رشيد كيف دارها بيا، غادي نديرها به. واخا يلا ما تعطلش، يلا نجيب الخواتم ونجي صافي. في مكان اخر وفي السجن، جالسه سميره ومريا في واحد السيلون كبير عايشين فيه، كل وحده متكيه في بلاصتها وطالقين التلفازه. شفتي فين وصلتي؟ انا شحال من مره قلت لك سحري الماء يولي يجهل القوى، انتي قلتي ما عندكش مع الشهوه داكشي يا صاحبتي. انتي دابا شتي فين وصلتينا؟ واش حقا صح واش انا اللي وصلتك ولا انتي اللي وصلتيني؟ كنت هانيه بقيتي عليا بالتامر، تخربقتيني دابا بالفلوس وصدقت وليت كان واش دابا داكشي اللي نصبت غادي ينفعني؟ دابا نشوفوا شي محامي توسطنا عند القاضي ونغرقوا المحاسب ونخرجوا منها كيف الشعره من العجين. لا واثقة من راسك، عند راسك ياسين وباه غادي يخليونا ناخذ البراءة. ياسين حاقد علينا، راه دينا له الملايين، كون رجعنا له زبلو باش يسمح لنا. واش انت حمقى؟ دوك الملايين هما اللي غادي تلقاي فاش تكبري. مشاكي صافي، دخلت عند الموظفة في السجن. عندك زيارة تبعيني. شكون اللي جا عندي؟ تبعيني وغادي تعرفي. نازت مغوبشة وشوية متوترة، تبعتها الغرفة الزيارة، بقات تدور فين حتى لقاته هو. مشات عنده بخطوات نادمة، أرهقها الألم. وليتي حبيسية، هذا هو المكان اللي جمعك. بغيتي تشمت فيا؟ ما تصوريش شحال شمت فيك، حيت انتي خاينة. اسمح لي يا ياسين، انا كنعاني هنا، شوف كيف وليت على وجه الايام الزينة اللي عشنا. ما خليتي حتى ذكرى زوينة، انتي
كشتي وانا ما جيتش نتلاوم معاك. صافي القاضي غير يحكم بيناتنا، جبت لك ورق طلاق تمدي ليهم. طلاق؟ اه ما بقيتيش نافعاني يا ماريا، انتي خنتيني وغدرتيني. خلي دابا سميرة تنفعك، ولا قلت لك سمح لي يا راه ما درت راه ما ديت لك والو، كلشي عند سميرة هي اللي لعبات في عقلي. سمح لي يا عافاك، مضي بعدا وغادي نشوف هادشي ديالك. زاد سيرو مداس على ورق طلاق وشافت فيه الكونت ديالي عندك، شوف شحال فيه، راه كلشي داتو هي، قلت لها ردوا لك فلوسك ما بغاتش. غادي ندوي مع المحامي ديالي وغادي نشوف، اذا تبين لي انك ما واخده والو غادي يكون حكم خفيف عليك، لكن اذا تبين انك واخده وكتكذبي انت اللي جنيتي على راسك. والله ما واخده شي حاجه، كلشي عندها هي. غادي نشوف. نادو خلاها كتشوف فيه فيها البكيه، ندمات على سمعت لسميره وهدمت حياتها وزواجها، حضرت راسها وجعات من جات وهي كتحس بالندم والقهر. اما ياسين ركف سيارته واتجه للخدمه، الخدمه ديال فدوى باقا كتسنى تخرجت عنده. فدوى لاباس عليك؟ مساليه بغيت نهضر معاك. اه ركبي نمشيو لشي كافي ندوي بحسن. بعد نصف ساعه وصلوا لاحد الكافيات، جلس وخدات عصيره وشافت فيه. اش بغيتيني؟ ديجا طلبتك ورفضتيني وقللتي مني ودابا مازال باغيك، لكن باغيك زوجة وموظفة عندي وغادي نعطيك حقوق القانونية وندير لك مبلغ محترم. نخدم عندك؟ اه تشدي المسائل القانونية وفي نفس الوقت تكوني مرات مولشي. شفت فيه وتفكرات الجملة اللي قالت له قبل فاش رفضاته. صامت وفطرات على جرانا، لكن هي ما فطرتش على جرانا، فطرات على نصيب زوين، زوج بفلوسه غادي تحقق حلمها تكون ام، في نفس الوقت تحقق حلمها تكون موظفه، عندها مبلغ زوين. علاش لا؟ خصها تصنت لرقيه حتى هي تزوج وتغير وتخليه انسان ناجح حتى تينا فيه. موافقه ياسين، هاد المره ما غاديش نرفضك، لكن بغيتك تبين لباك ان قدها ما بغيتيش يخليك تحت جناح وخاصك تحرر منه. كوني جنبي وغادي تشوفي كيف غادي تتغير حبيبه، ونكون كيف بغيتي. ما تصوريش شحال فرحتيني من دابا، غادي نشوف تشوفي ياسين واحد اخر. هادشي اللي بغيتي، لا وصلني للدار. صافي وصل لخدمتك، بغيتك توقف على رجيلاتك وتجي تخطبني ان شاء الله. يلا زيدي نوصلك. بعد ساعات جلس امين مع خطيبته في الكوشه وبدا كيلبس الخاتم وكل شيء، كيشوف فيهم وكيبارك لهم. بروك عليكم اولدي، تيشوفي خوك هادشي كان رافض الزواج واش داير باغي غير امسيخ غير امسيخ شاف دارو. كنت حشم خلي السيد يفرح، يفرح لنا البنيه ان فرحه، راحت حتى هاد ليتي ما فرحاتش بشحال وجهها منور. الله عليك شحال قلبك كبير، وانا مفرحتي ما فرحتينيش. الزعتر بعد مني، قابل بناتك مشي شوف العشاء فين وصل. غادي نعرف كيف نجيب كروقيه. ضحك وقرب من امير كيبارك ليه. مبروك السي امين العقوبه للعرس، انا خديتها ودابا ما عندك من تشدني. كنت كنضحك معاك فاش تخطبها وانت خطبتيها، سختي بخبيز كخي رشيد عرفتي له. الحين احسن من العار، اهم حاجه انه زعم. ربي يخليك ليا خويا رشيد، عرفتي كنت ديما نتمنى يكون عندي خويا، وربي جاب لي اخ حنين بحالك. قرب منها وعنفها المده، اعتبريني خوك فيه، لانه اذا قلقك امير قولي هالي نطلقك منه ونزوجك بإلياس. بعد من مرتي قالك طلقها هي ولات مرت امير البغدادي، عرفتي كيفاش ولا لا؟ الله غيضحك. مبروك عليكم يا امير البغدادي، تهلا راك واخد جوهره. شكرا رشيد. في العشاء تحدثت والي ملي كانت عباره لابس طيله بالحوت والحمشوي، جلسوا العائله تعشى وكل شي فرحان، خصوصا نسرين اللي غادي تطير من الفرحه. مبروك نسرين لحقوا بالي، علاه تنتي غادي تزوجي بحال نسرين؟ لكن فين هو الراجل؟ على مالك كي جيتك ما تزوجش؟ غير سولت عمتي. قربت منها وشعكت لها شعرها. الراجل هو ياسين صاحب باباك، غادي تكوني الزوجه رقم جوج، شحال خايبه. سمعوها تفرشخوا بالضحك وصار القيه. يما كرشي على هاد البنت غادي تسالي معايا، علاش كتضحكوا؟ واش غلط شويه؟ ياسين ما بقاش مزوج زعما بماريا، صافي هادشي علاش غادي نتزوج به. اه اذا كان هكا مزيان عمتي، حيت الزوجه الثانيه كتبكي، ماما طالما كانت كتبكي. اذا دائما الزوجه الثانيه كتكون خايبه. غلطتي يا بنتي، وعمرها غادي تعاود، اصلا اللي عنده مراه بحال ماماكم وتزوج على عليها راه هو كل تقاشر. ويلي صافي زدوا علينا هذا الموضوع، خلينا نفرحوا بنيسرين وامير وصافي، ما بقيتش حامله هذا الموضوع يا عبدي تجبد. عندك الحق. وبعد شهرين تمت محاكمه سميره وماريا بالسجن لمده 10 سنوات. سميره سمعت الخبر واغمى عليها، ما مطيقاش انها غادي تدخل وسط المجرمين. اما ماريا فبدات تبكي وتبكي وعمرها ظنت انها دمرت حياتها وساعدتها بيدها، لكن هذا مصير خائن الامانه. رجعوا من البوليس الى الشامبر ديالهم ودخلوا بداو كيتخاصموا. ماريا جات هي السريه ديال الغوات. شفتي شنو درتي؟
خرجتي لي لحياتي، كنت هانيه مع راجلي بعد ما جابوا لي الله على قد يديه ندور كيف بغيت ندير له يتصنت عليا يخرجني. خرجت على راسي وهتمت لي وهتمت حياتي منك الله. انت اللي كان عاجبك الحال، ما ضربتكش على يدك فاش بان لك الفلوس لفتي، ودابا ما صدقينيش خليني نفكر كيف ندير نخرج من هنا. عندك الحق، غادي نصدعك من اليوم، انت في بلاصه وانا في بلاصه، تبقاش يجمعنا السيلون. واخا انت واحد اللفعه ما نقدرش نبقى جالسه معاك، نخاف نموت بسمك شي نهار. هي كماريه ديري اللي بغيتي، المهم ما تصدقينيش، من الاحسن ما نبقاوش نعرفوا بعضياتنا. بسلامه. جمعت حوايجها مشات مع الموظفه لسيلون اخر، اما سميره بقات جالسه بوحدها مغبونه وكتفكر كيفاش تخرج من هنا. اتصلت بالمحامي ديالها والو ما كاين حتى شي جا، ما كاين حتى شي حاجه. غادي نخرج من هنا، وانت يا ماريا خلي امك هنا، ماشي انا اللي نتحبس، غادي نخرج راسي من هاد الورطه وغادي تشوفي. اما نسرين بدات كتغير، ما بقاتش ديك البنت الخجوله، ولات كتخرج عينيها، ولات باغا تبين ذاتها، واقفه في المطبخ كتوجد الاطباق بنفسها وعينها على مريم الحقوده. اكتشفت انها السبب في المشاكل اللي كانت كترى لها في اليوم الاول اللي خدمتها. طلعت المكتب امير دقات ودخلت مبتسمه. امير مشغول؟ نكون مشغول ونفضل الحب يا جنتي. لا ماشي وقت المجيان، بغيت غير نسولك واش رقيه مازال ما غادي تجي؟ توحشتها. غادي تجي هاد الايام، هي ممكن زعما ماشي ما يمكنش تفوت على راسنا، فهمتي؟ بغيت يكون داكشي عادي، ما بغيتش كثرت الناس، انت عارفه انا ما عندي حتى شي واحد. بركه اختي رقيه وخويا رشيد وانت وعائلتك، انا بغيت كلشي يعرف اني مزوج بك، وبغيت ندير لك نهار يليق بك. ربي يخليك امير، ما عرفتش من غيركم كيف كنت قادي نقدر نعيش. تقولي شاكك ديما ربي كيسخر العباد وطيبين الناس طيبين. يلا قولي لي كيف غدا مع الخدمه، بديتي كتشدي الحرفه؟ رقيه بدات كتعلمني وعلمتني تقريبا كل شيء، الحمد لله غادي نكون خليفتها، غير ديك مريم حاسه بها ما حملانيش ومازال كتخلوط. اذا ما باغاش تخدم جري على امها، راك مرات مولشي بلاتي، غادي نسمعها شي جوج كلمات باش تفهم راسها. لا بلاش انا غادي نتصرف، دابا انا هي الشفه ديالها، احلى شفه في العالم يخليك ليلي. اما عند رقيه اللي جالسه يا سيدي في مدينة تطوان، كتحظى بعطلة صيفية ممتعة، رفقات زوجها وبناتها لبسة كسوة صيفية طويلة سميطات، وكانت كتشوف بناتها اللي كيقوموا في لابيسين وحتى راجلها، وهذه أحسن حياة لأي واحد كيتمناها لهنا وراحة البال. مثلها كرشها بأبوة، إمتى يخرج ولدي ندير له السبوع كبير ونفرح به؟ ولا كانت بنت زعما ما ديرش لها السبوع، أكيد نديرو لها، ما كرهتش ولدي، لكن إلا كانت بنت ما غاديش نرفضها. لي جبتيه ليا؟ لا انا موافق، اللي بغاها الله هي اللي غادي تكون. اش ظهر لك نخرجوا ناخذوا شي كادو ونشوف لك شي قفيطين؟ واخا نخرجوا ونطلع البنات ويدوشوا ونجهزوا راسنا ونخرجوا. واخا الحبيبه. بعد اسبوع كانت قام عرس كبير في لوطيل البغدادي. هاد العرس الدار كان على شرف امير ونسرين، اللي داخلين بالزفه والطبول والدقه المراكشيه، كل شي ناشط، كل شي فرحان. حتى في دوا دخلت ناشطه كتشطح هي وياسين فرحانين بعرس نسرين وامير. داز العرس كله بخير وعلى خير، ومن بعد ما نسرين لبست كاع اللبسه دابا جا وقت توديع الكل باش طلع تقدي ليلى الدخله ديالها، وقربت من رقيه كتسلم معها وكتودعها. كيف وصيتك كوني مراه، عطيتك اهم الاساس اللي يخليوك تنجحي، هادشي كيتقرب الفلوس، ما تخافيش غادي نكون في المستوى. شكرا على كل شيء، وعمرني دنيت نتزوج بامير ولا ربي يعطيني هذا القدر. شكرا اختي رقيه والله من قلبي. امير مرزاق، اولا شوفي عاوني وغادي يعاونك، وغادي تشوفي كيف غادي تولي الشافة، وان شاء الله تولي مديره طباخات وتكوني طهات. امين. يلا نطلع الجناحين نجهز راسي، نشوفك من بعد. توصلي ببالي تسليبي، خدي شي تصاور وقولي لي تما كيف داير. يلا واخا واخا بسلامه. بقات كتشوف فيها مبتسمه، طلعت واتجهت عند امير اللي واقف مع راجلها. سي امير بنا ونصيك، كون راجل تهلا فيها بلا ما تحتاجي لطيف، في امانتك كون هانيه لي، تهلا غير في رقيه، كوني هانيه. يلا نخليكم، نطلع عند روسي كتسناني الفوق، نشوفكم غدا ان شاء الله ولدي، دوز عندنا قبل ما تسافر ضروري. يلا تصحوا لاخر. بعد ما مشى بقات كتشوف فيهم رقيه مبتسمه، الحمد لله دابا تهنيت عليها بعد ما تزوجات، قلبي هاني ليها. ربي يهنيك بنيتي، تهليتي بعدا في هاد اليتيمه، ونوعدك نتهلا فيها ونديرها بحال بنتي، وما يخصها خير معانا ان شاء الله. خالتي يلا مشي ورشيد، البنات نعسو.
في الشومبر ديال نسرين جهزت نسرين نفسها كأي عروس، لبست شوميز طويل في الأحمر مفتوح من الجوانب، قدت مكياج وخرجت تلقى شعرها، وخرجت وهي تلقى أمير جالس برا لابس بيجامته وشفايين وحواله، خصوصا أنها بنت متفجرة بالأنوثة زوينة ومثيرة. ما ظنش تكون بهذا الجمال، سبحان الله من خلقك زوينة بزاف حبيبة. نادو طبعا صلاو، ومن بعد راكم عارفين شنو كاين، حيدات عبايتها بقى حل فمو فيها جرها لعندو. نبداو على بركة الله، بسم الله. تبسمات على طريقة الكوميديا واستسلمات لوحدة تراثها وتحولات حرفيا إلى مدام أمير. وبعد أشهر قليلة تغيرت بزاف ديال الحوايج على الأبطال ديالنا. سميرة دارت استئناف وظنت أن كل شيء ممكن تشري بالفلوس حتى العدل، ونسات أن الله فوق كل، لكن تفاجأت أن القاضي زاد 5 سنين فوق حكمها. هاد الشي خلاها تزيد تقهر وتعرف أنها في السجن وليس في غابة، وضروري تحاسب على أخطائها، أما تتوب وتخرج يعني تتوب وتخرج أو لا زعما تزيد فيه وتبقى في الحبس. أما ماريا فعزلت عليها وتعرفت على ناس أخرين، وكتحاول تعمر وقتها بالصنعة ديال الزخرفة اللي تعلمتها في السجن حتى يعفو عليها الله من السجن وتخرج منه. أما فدوى تزوجت من ياسين ومفاهمة مع ياسين وعائلته، ولات مسيطرة تماما عليه لكن بشكل إيجابي، بدأت كتغيره وتحسن من شخصيته لدرجة الأوتيل ديالو أصبح تدخل ملايين في اليوم. هاد الشي خلى باه يتهنى ليه ويتخلى ليه على الأوتيل ديالو ويكتبوا له هو في سميتو. أما رقية ولدت لينا أحسن كتيكيت اللي فرحوا به كاع العائلة، فرد جديد في العائلة داخل. واليوم جا وقت الافتتاح اللي غادي دير الرقية في المطعم ديالها، وغادي دير حتى الزبول ولدها. تزينت كأحسن عروس اليوم، فرحة على حبيبها، لبست قفطان في الموف مزين بالصفر، قدت مكياج أنيق مع زوجها اللي كان وسيم الدور ديالو، دخلوا متسمين ترحبوا بالناس اللي جاوا يباركوا لها افتتاح مطعمها وتحقيق الحلم ديالها. بونسواغ عليكم، اولا مرحبا بكم في مطعمي المتواضع، كنشكركم بزاف على دعمكم لي. واليوم بغيت نقدم شكر خاص اولا لراجلي العزيز ثم بنياتي اللي ساندوني بزاف، والخويا امير واختي نسرين، كنشكركم بزاف. بداو عليها التصفيقات، بسمات وقات عليهم التحيه بعينيها ومشات وقفات على امير. نعرفكم على اختي، هذه احسن طباخه كانت عندي وطيبها ما كاينش منافس له، لكن هربات عليا. مالك ما تقول بغيت ندير مشروعي؟ وباز امير خلي مراتي تعتمد على راسها الا اذا خفتي نفسك، واخا نشوفوا السي رشيد واش تقدر على البيزنس، راه تقدر تفوتي ليه. رجال الاعمال كيشوفوا فيهم التسمين. سمعت على المدام ديالكم سي رشيد، ومن اليوم غادي نكون زبون عندها. تشرفت مسيون تا المدام والوليدات في اي وقت. شكرا مدام. شدات في درج لها ومشات ترحب بالناس اللي جاو خصيصا لها. بداو النديلات يدخلوا متنظمين وبداو يفرقوا العصائر والحلويات مختلفه الاشكال للمعازيم. واقفه في دوا مع راجلها كتذوق الحلوه اللي كانت بنينه، وفي نفس الوقت كتدوي مع زوجها. هذه زوينه، شنو بالك نوليو نتعاملوا معاها، ادينا شي حلاوي، هادشي غادي تخلينا ارباح. هادي ما تسالكتك هي احسن حاجه، صافي غادي نكلفك انت ديري معها شي عقد ونوليو نتعاملوا معاها. صافي داكوغ. داز ساعات وتالت الحفله من افتتاح الى عقيقه. طلعت رقية لبست قفطان جديد، وهاد المرة كان في الأصفر مذهب. قدت مكياجها ولبست ولدها قندورة في بيض مع طريبيش، تولت هزه ورشيد جات فيها. ايوا كيف جاتك؟ درت لك الحقيقة ولا ما درتهاش لك؟ فرحانة فرحانة، ربي يخليك ليا حبيبة، ما تصورش حال فرحانة، حققت حلمي وحياتنا، تقدات ولدت وليدي الحمد لله يا ربي، وعندي بنياتي. هبطت معها لتحت، لقات الدقة المراكشية يا لالا جات تقوم بالواجب، تغني وترقص وكاع المعازيم تيرقصوا معاها. بانت لهم جروها وهي ما فاهمه والو، حتى ركبت في الأمارية. رشيد شافها وهمز بعينيه وهي تبسم، حيت هذا كان حلمها من زمان. لكن للأسف كان عرسها بسيط بزاف، تنزلت على الأمارية في سبيل إرضاء الحبيب. احتاج الوقت عودها الحبيب على العذاب اللي دوزت معاه. طلعت من الأمارية ودات تبتسم لدرجة سنانها البيض بانو مشدد ساعتها. واقف رشيد وحده بناته كيشوف مرتو بحب. الحمد لله وفيت وعدي، واخيرا عودتك على الايام اللي عشتي معايا في القهر. الحمد لله رشيد، ربي كبير، تهلا فيها وتهلا في بناتك، هادو هما اللي دايمين لك ودايم الله، هما كنزك في هاد الحياه. مازال نقدر نغلط؟ مستحيل، عمر داودي يعاود. لا عاود بعد ما دارت ما دات هاد الحفله،
كيف بغات، حتى تلعن ماريا وجدت في يد رشيد اللي خدا ولده منها. تهنيت، فرحت ربي يخليك ليلي، جيتي زوينه ماما. انتي وخويا واخا ما لعبناش معاك. واش بغيتو تركبو في العمارية؟ اه ماما، يلا طلعوا ركبو فيها. من بعد ما فرحت بنياتها، تحت العشاء اللي كان عبارة على لحم مشوي مخلط باللحم الخروف واللي قدمها رشيد قربانا الله سبحانه وتعالى بسبب ازدياد المولود، وبين لحم الماعز اللذيذ ولحم البقر، والطبق الثاني كان بسطيلة بالحوت. جلسوا العائلات كيتعشاو كل شيء مبهود بحفاوات الاستقبال. اما رقية كانت فخورة وما ندماتش حيت اختارته، واخا تعذبات لكن ما ندمتش على التضحيات اللي دارت على ودو. ربي يخلينا ديما هكا ويبعد علينا شر الخلق يا ربي. امين بنتي امين. هذه قصه رقية، البنت اليتيمة اللي تعذبات في حياتها وضحات وناضلات من اجل الاسرة ديالها باش تسعد، لكن ربي ما خيبهاش حيت قلبها البيض وحيت كدير الخير يشفع لها امام الخالق اللي قدر يمحي كاع همومها ويذوب لها السعادة ويعطيها القدر اللي تستحق. نتمنى نكون خفيفة عليكم، والنهاية القصة نال الإعجاب ديالكم، ونتلقوا في قصة جديدة إن شاء الله. أنا راني قسمت لكم الأجزاء، أنا كنت غادي نديرها غير جزء واحد، ولكن قسمتها لأن ما بغيتهاش تجيكم طويلة. وبالنسبة للبنات جات كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش طبعا البنات لي كومونتيرات ولي جيم، وخليتكم على خير.